مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بيكم. يوم جديد من الحياه اليوم، والنهارده خلينا اقول بشكل مباشر ان احنا عندنا حلقه خاصه وتغطيه خاصه لحدث ويوم مهم النهارده. اهميته جايه الحقيقه من انه دايما بتشعر بطاقه امل وبتفاؤل كل ما بتتابع شيء جديد، كل ما بتشوف مشروعات الدوله شغاله عليها وبتشوف نتائجها على الارض. طبعا زي ما حضراتكم تابعتم عدد من مشروعات النهارده اللي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها، وده تحدي في حد ذاته. ليه؟ لأنه في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على استمرار طبعا المناورة حسم 2020 واستمرار التفاوض فيما يتعلق بسد النهضة، تحديات كلها متعلقة بالأمن القومي المصري، في تحدي تاني على المستوى الداخلي إنك بتبني دولة، إنك بتعيد القواعد والأسس وإعمال القانون وبتدي الأمل في مستقبل أفضل لينا وللأجيال اللي جاية. علشان كده النهاردة هنتكلم عن اللي تم وإزاي كمان شفنا الوزراء والمسؤولين، مش إن هم بيقدمونا كشف حساب، لكن إن المواطن يكون عارف وشريك في المسؤولية وعارف المعلومة وعارف حجم التحدي وحجم المشاكل اللي بتمر بيها واللي يعني أغفلناها لسنين طويلة، وبالتالي جيت النهاردة المواجهة في كتير من الملفات وكتير من الأمور. هنتكلم عن كل ده بالتفاصيل، لكن اسمحوا لنا الأول عشان ما طولش على ضيوفنا الموجودين معنا في بداية الحلقة، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. مساء الخير يا أستاذ عماد، أهلا وسهلا بحضرتك. ومعنا كمان طبعا الاقتصادي دكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور شادي، مشرفنا. أستاذ عماد، بشكل مباشر يعني زي ما قلت احنا نبتدي في التفاصيل وملف ملف وهنتكلم فيه، لكن لو عنوان للي حصل النهاردة ومش بس النهاردة لكن على مدار الفترات الطويلة اللي فاتت، على طول بنلاقي مشروعات قومية وبنلاقي الرئيس بيتكلم وبيتكلم مع المواطن المصري والمسؤولين بيتكلمون عن كل ما بيتم، فشايف عنوان الدولة المصرية في الوقت الحالي ايه؟ هو زي ما حضرتك انك انت بتعمل عملية اصلاح في مجالات متوازية. زمان كان بعض الناس يقول لك لا نعمل الاصلاح الاقتصادي الاول، حد يقول لك لا الاصلاح الاداري، حد فثبت انه ما ينفعش انك انت تعمل، لان انت لو عملت اصلاح اقتصادي وسبت الاداري او الفساد او هتيجي بعد ما تخلصي الاقتصادي تكتشف ان التاني قضى على ثمار الاولاني وهكذا. وبالتالي فكره ان انت تخوضي عمليه منظمه ومنتظمه في كل المجالات في وقت واحد ثبت ان هو صحيح، لانه إن الاحساس بالنجاح بي 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 الناس تقدر تشوفه افضل لما يكون بطريقه متوازيه وناجحه. والدليل على ذلك القصه الاساسيه، قصه عمليه الاصلاح الاقتصادي اللي كل الناس اللي بالفعل معركه وعي، كل الناس كانت فاكره في 2016، غالبيه الناس لو سالتيهم ايه رايك في اللي حصل في 3 نوفمبر 2016 هيقول لك حاجه صعبه جدا وحرام وتعبنا وكفرنا وده صحيح، كل الناس تعبت من كل الناس. لكن لو سالت نفس الناس السؤال النهارده ايه رايك في اللي حصل في 3 نوفمبر لما حصل تعويم العمله وفي نفس اليوم تم رفع اسعار الوقود بدايه اصلاح الخلل في هيكل الوقود، الناس يقول لك لما انت تقولي له خد بالك لو انا ما عملتش هذا الاجراء في الوقت ده كان زمانك هتدفع ثمن اكبر في كورونا على سبيل المثال. والنهارده ده العنوان الرئيسي اللي قاله الرئيس وقاله قبل كده وقاله مصطفى مدبولي، انه احنا لولا الاصلاح الاقتصادي لربما مش لربما لكان من المؤكد ان احنا ندفع ثمن فادح في فاتوره كورونا، لان كورونا جت يعني يكفي رقم واحد 14 مليار دولار بتوع السياحه. ايوه في 10 مليون يمكن او اكثر مرتبطين بعمليه السياحه قعدوا في البيوت. طب انت الدوله محتاجه تديهم اعانات وهم محتاجين ياكلوا ويشربوا. لو ما عندكيش اقتصاد يقدر يستوعب الناس دي كان هيبقى في مشكله اكبر. وفي دول الخليج دلوقتي غالبيتها بدات تعمل ضرائب قيمه مضافه، بدات تتكلم عن ترحيل عمال وموظفين، بدات تتكلم في اجراءات تقشفيه ما كانش حد يتخيل انها توصل لها. طيب بس لو يعني هنتكلم في ده برضو تاني، لكن قصه مواجهه مشاكلنا طبعا الاصلاح صادقا اكتر حاجه او اول محطه لهذه المواجهه، لكن في كتير من الملفات لما شفنا طبعا موضوع العشوائيات في قصه مثلا المخالفات البنى، اعمال دوله القانون انه مش هنسمح باي تجاوز باي مخالفات، فيعني مواجهه الدوله لهذه المشاكل واعلام المواطن المصري بيها. انا لسه والله قبل ما ابتدي الحلقه كنت قاعد اكتب فكره مقال على يعني كيف يستطيع او هل يستطيع الرئيس السيسي التغلب على وحش الفساد في المحليات البناء. احنا عندنا ثقافه ترسخت من سنوات طويله جدا اسمه فساد المحليات. مش المسؤولين، المسؤولين كلهم زي الفل، بتكلم على طوال السنوات. بي حضرتك عشان تروحي حي من الاحياء او جهاز من اجهزه المدن عشان تعملي رخصه او بتاع لازم يطلع ايماناتك وعشان تاخدي رخصه، ولو عايزه تخلفي هتخلف وتدفعي فلوس.
وبالتالي العشوائيات اللي تمت هي العشوائيات، هل الراجل صاحب العمارة هو لوحده اللي كان مخالف ولا خالفه اللي سمح له كمان فاسد كبير؟ فلما الرئيس في الفترة الأخيرة في الشهور الأخيرة خد مجموعة من القرارات المهمة جدا لما وقف البول، وثم بدأنا نتكلم على إجراءات جديدة في الترخيص. هذا الأمر إذا قدر له أن ينجح ويستمر وإن شاء الله يحدث، هيبقى قضينا على جزء مهم جدا من أسباب المشاكل في مصر. من أول المخالفات البناء مش مجرد بناء مخالف، لا، فيها ثقافة مخالفة، فيها عشوائيات. التكاتك دي برضو مش مجرد مركبة اللي هي بتمشي بدون نمر وبدون سواق وبدون أي شيء، فيها مخدرات وفيها أغاني هابطة وفيها سلوكيات سيئة، ثقافة على بعضها. فأنت لما ترجعي لما تقدري تمنعي المخالفات دي، هتقدري تصلحي معاها في الطريق. ازاي الناس تقدر ما ترميش لا مؤاخذه زباله قدام بيوتها؟ ازاي يتعودوا على ان المكان نظيف؟ ازاي ان مش الناس وحدها، المسؤولين نفسهم يحترموا ده. لانه المشكله الكبرى هي كيف تردعي الفساد والمخالفين ان هم يوافقوا على هذه المخالفات. تمام. دكتور شادي، انطباع حضرتك عن اليوم النهارده يا فندم؟ في جمله بسيطه كده، يد تبني ويد تحمل السلاح. احنا عندنا المناورة حسب زي ما حضرتك بتقولي، وبنوجه رسائل مهمة جدا من خلالها. في نفس الوقت في اليوم الثاني ليها على طول، الدولة بتقدم فاتورة كبيرة جدا للمواطن، تقول له احنا كنا فين في الفترة اللي فاتت كلها، الأربع سنين بتوع برنامج الإصلاح كلهم، واللي جاي ايه. والرئيس كان هو والحكومة يعني بيرسموا شكل المستقبل، أهم عنوان فيه انه الدولة صحيت. موضوع الدولة اللي نايمة وموضوع الدولة اللي سامحة بالفساد أو متسترة عليه، ثقافة الفساد المحاكم أو المقنن أو المسكوت عنه، الرئيس بيفتح كل يوم ملف منه وبيواجه مواجهة يعني ما كانش حد يتوقع أنه يواجهها. وده المواجهة دي صعبة جدا يا فندم، لأن حضرتك سهل جدا، ويعني ما أسهل أن حضرتك تصدري تشريعات، وما اسهل ان حضرتك تاخدي قرارات. كان عندنا قوانين لكن كانت اليات التنفيذ لا تطبق. المشكله كلها ان يبقى في اراده سياسيه حقيقيه للمواجهه. ليه بقى؟ زي ما الاستاذ عماد قال دلوقتي، ان احنا عندنا يعني ثقافه كامله جدا، يعني مجتمع قايم حوالين فكره المخالفه في البناء، مجتمع كامل بدايه من المقاول اللي بيبني غلط. مش مجتمع، قصدي ان هو مجتمع افراد، لا، مجتمع اقتصادي كامل قايم حوالين ده، بدايه من المقاول اللي بيبني بطريقه غلط، مشغل عمال بياخدوا فلوس بطريقه غلط، بيرشي مسؤول بيدخل ولاده مدارس بطريقه غلط، بيبني بيتعدى على املاك الدوله، بياخد حق من حقوقها الدوله كانت ممكن تستغله، يجيب فلوس اكتر من الاصل ده، يجيب فلوس اكتر من 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 المباني بتاعته، من الـ من الـ من ان من ان احنا يعني نبني عليه. يجي يدفع ضرايبه يتحايل انه هو خسران وهكذا. قصدي اقول لحضرتك ان احنا سلسله دي فهلوه، يعني دي بقى مش قصه فهلوه، دي لازم في مواجهه ليها بحسم وبقوه. هو الفكره كلها مش الفهلوه، الفكره كلها ان الدوله كانت متساهله مع الفهلوه دي او متعايشه. لو حضرتك يعني فاكره، احنا جينا في فتره ما بعد الثوره وقعدنا نتكلم عن ان الفساد في مصر ما بقاش يعني فساد افراد ولا الموضوع منهج. ايوه يا فندم، ده هو بقى يعني، ومش هو فساد مالي، يعني الفساد المالي ده ان هو حد يدخل يرتشي او ياخد مال عام او يسهل الاستيلاء على المال العام، ده مش اللي احنا بنتكلم عنه هنا خالص. لا، ده بقى في تواطؤ، حتى يعني تواطؤ كده، ان احنا ده عادي، يعني الموضوع المال العام يتاخد، يعني مثلا في مواطن مثلا يبني على المال العام ارض الدوله، عادي يبني، مش مهم حتى المواطنين اللي جنبه يسهلوا له الموضوع. انا بقول لحضرتك ان احنا بقت عندنا ثقافه، لا، واللي كانوا بيبوروا اراضي الاراضي الزراعيه ويبنوا عليها وبيتم غض الطرف عن القصه دي. طيب احنا كده بنتكلم ان احنا بنحاول نصلح القديم وبنحاول نبني للمستقبل كمان، انه في رؤيه عند الدوله دلوقتي انها تشتغل وفقا للاحاديث، يعني الاساليب العلميه الحديثه في ملفات كثيره، مثلا منها المتعلق بقصه تحويل العربيات اللي ماشيه بالبنزين انها تمشي بالغاز توفيرا للنفقات،
وطبعا البيئة دي من ناحية تانية، والبنزين وتكلفته، إحلال السيارات القديمة بالحديثة، وكمان الرئيس اتكلم على الاشتراطات وعلى الفوائد وياريت يكون زيرو فايدة، وكلام كمان وزيرة التجارة والصناعة أستاذة نيفين جامع عن مبادرة إحلال السيارات القديمة، وقالت إن المبادرة دي هتوفر وسائل نقل جديدة وهتقلل من التلوث، وإن في خطة دلوقتي عند الحكومة إن يتم إنشاء، علشان بقى البنية التحتية، عشان يقول لك أنتوا هتعملوا العربيات طيب هنمون إزاي؟ إيه الأخبار؟ فبيقولوا إنه هيبقى فيه حوالي 366 محطة للغاز الطبيعي ضمن الخطة المتعلقة لتحويل السيارات للغاز. في إحلال المركبات المتقدمة، يعني المبادرات اللي معمولة ديت مش بتمس فقط الطبقات اللي هي محدودة الدخل، لا، احنا قلنا نتجاوز شوية ونخلينا نتكلم على طبقات، يعني في أول سلم الطبقة المتوسطة عنده عربية بقى لها 25 سنة بتكلفه مصاريف كتير سواء في إصلاحها أو في الوقود اللي موجود فيها، بنقول له هنقدر نساعدك، هنساعدك بأنك أنت تاخد قرض بأقل تكلفة ما أمكن، بس خلي بالك ياريت العربية ديت تكون مجهزة بالغاز، لأن ده بيوفر لك نصف تكاليف الوقود، نصف تكاليف الوقود اللي انت بتستخدمها. لو بتاخد وقود في السنة برقم، هذا الرقم بيتم تخفيضه 50%. الكلام ده ينطبق على اي عربية ممكن بتشتغل بالبنزين، طبعا ممكن تشتغل سواء كان ميكروباص او عربية ملاكي او عربية تاكسي. المفروض ده احنا كدولة مع عشان نقدر ننجح في المبادرات دي، والكلام والأرقام اللي اتقالت مستهدفينها ان احنا في خلال سنوات قليلة نقدر نوصل لكده، احنا لازم، انا ده اللي بطلبه من الحكومة وبطلبه من البنوك. لا، انا بقول ان فايدة منخفضة مش هتبقى كفاية، فايدة منخفضة يعني انت بتكلموا على ان المليون مركبة يتحولوا من بنزين لغاز يكلفوا 8 مليار جنيه، مش كده؟ المليون عربية يتكلفوا من تحويلهم من بنزين لغاز ل 8 مليار جنيه. يعني انا ال 8 مليار جنيه دول، الدكتور محمد، دكتور معيط، انت بتخاف على الفلوس قوي، بتخاف على الفلوس قوي بصراحة. المليون عربية يتحولوا من بنزين لغاز نظري ب 8 مليار جنيه، اذا كنتوا عايزين ناس تيجي معاكم لازم تبذلوا اكتر من كده، اكتر من كده. طب تقول لي يعني ممكن اذا كانت هي بتغطي ثمنها، ثمن الفرق الاثنين دول في سنه، طب ادي له فايده ليه؟ طب ما فايده صفريه لو امكن، لبرامج محدده. انا النهارده اتصور مع وزاره الداخليه وهي بترخص العربيات، لما نيجي نقول ان احنا لن نرخص عربيه جديده الا بالغاز، ده من حقنا كدوله ان احنا نعمل كده، من حقنا كدولة نعمل كده، بتنظم شؤون حياة شعبها وبتخلي بالها من شعبها ومن انفاقه. فنقول لا، اعتبارا من كذا العربيات البنزين سيتم ترخيصها. انا بتكلم ممكن الحاجات دي كنا اتكلمناها في الجلسات المغلقة بتاعتنا، لكن انا بوصلها للناس. طيب احنا معانا على التليفون معالي الوزيرة دكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، برحب بحضرتك معانا يا سيادة الوزيرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده فيما يتعلق بخطه احلال السيارات بتشتغل بالغاز الطبيعي، يعني التحديات بقى اللي بتواجه هذه الخطه الطموحه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه، اقناع المواطن كمان باهميه الخطه دي، والجزئيه اللي اتكلم عنها سياده الرئيس يعني الناحيه الاقتصاديه، يعني قصه بقى الفوائد وتمويل هذا المشروع. بالنسبه للتحديات مش عايزين نقول ان في تحديات، لان فعلا احنا ما اطلقناش المبادره دي الا ما كنا متاكدين ان احنا موجود عندنا البنيه الاساسيه من محطات الغاز، ودي طبعا متواجده نتيجه الاستفاده من اكتشافات الغاز الطبيعي. نعم. في الفتره الماضيه. فده فيما يخص البنيه التحتيه. تمام. لكن نيجي على الجانب الاخر زي ما انت بتقولي كده، اقناع المواطن. المواطن عشان تقولي له حول من بنزين لغاز، اولا هناك جدوى اقتصاديه عاليه جدا من كده. الجدوى الاقتصاديه زي ما سيادته نوه النهارده، ودي حقيقه، لو انت بتستخدم
بنزين بمعدل مثلا هقول ايه 15 لتر يومي، واخده بالك؟ فهو مثلا على مدار الشهر هيبقى تكلفه الوقود بالنسبه له في حدود 4000 جنيه. المقابل ليه الغاز هتجد الوفر يتراوح من 1900 جنيه ل 2000 جنيه. فطبعا الوفر 50% ده امر مش هين طبعا. بالنسبه لو هتاخديها حتى على اطلاقها، لو انت كلمتي وخطينا مثلا سائقي الميكروباص والاجره، ده هيفرق معاه طبعا في اراده في اقتضيات تشغيله، وان العربيه يفرق في اجره، في اجره الركوب كمان للمواطن العادي. بالظبط، واخده بالك؟ فادي شق. الشق الاخر لو انت بتتكلمي عن السيارات الملك، واخده بالك؟ فانت بالنسبه لك كده بتوفري في مصروف، وبالتالي بتزيدي من دخلك. تمام. او من يعني ليها عدة توجهات. تمام. بالظبط كده. الحاجه الثانيه ان احنا البرنامج ده فعلا اللي عايز ان هو يتم التوجيه وان هو يبتدي يشتغل من بكره هيشتغل من بكره، لان احنا البرنامج موجود، وتكلفه التحويل لطاقم من 8000 حد ادنى لغايه الميكروباص بيوصل تقريبا 12000 جنيه تكلفه. قدامه حاجه من الاثنين، يا اما بيحول من احد المراكز الخاصه بكار جاز وغسك، يا اما هو بيعايز ان هو يحصل على تقسيط ان هو مش هيدفع الفلوس كاش، وبالتالي ممكن بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ان هي بتتولى التقسيط ليه. والتقسيط ده على فكره بيتم زي ما قلت انا النهارده، ممكن حد الاقصى يصل لخمس سنوات. ميزه هذا التقسيط في ايه؟ انك انت ما بتاخديش منه قسط بشكل شهري ولا بشكل اسبوعي، انت بتاخدي منه القسط بيبقى فيه بيتحمل بالخصم على وهو بيمول. يعني ايه؟ نفترض هو مول، خليكي معايا مثلا، مول النهارده سي مثلا ب 100 جنيه. نفترض بدل ما هيدفع 100 هيدفع 108 10، هي ليها وتتخصم من القيمه الاجماليه. يعني بالظبط، هو مش هيحس بيها. بجميع الاحوال تكلفه التحويل لو هي عربيه ملاكي او عربيه اجره هي في حدود 8000 جنيه. لو انا بعمل له وفر شهري في حدود 2000 جنيه زي ما سياسه الريس قال النهارده، يعني هيغطيها في خلال 4 شهور. ده لو لم يحصل على دعم او تمويل، لكن لو هو عايز دعم وتمويل لان هو ما عندوش المبلغ ده انه يدفعه كاش، ممكن من بكره اللي عايز يخش في هذه المنظومه ان هو حضرتك يتوجه او جهاز تنميه المشروع. طب بس اللي قاله سياده الريس بقى في موضوع انه ما يبقاش في فوائد اصلا خالص، يعني دي تطبيقها ومطالبه وزير الماليه بده تحديدا؟ لا، دي ممكن نكون بنتكلم، هقول لك حاجه. المبادره فيها اكثر من شق، منها شق احلال المركبات. كون ان ما يكونش فيه ضرائب، سوري، فوائد. طبعا هو توجه النهارده لمعالي وزير الماليه بهذا، ولكن انا البرنامج عاملاه بفوائد بسيطه جدا لا تذكر، ولكن طبعا توجيه سياسه عشان اتوسع فيه ان احنا ممكن هنشيل اللي تذكر دي كمان. صح؟ بالظبط كده. دي تعليمات يا فندم. ماشي يا فندم. طب لكن على الجزء الاخر برضه المنظومه اللي احنا عايزين نشتغل عليها احلال بقى، انت بتعملي احلال العربيات تحوليها الغاز، لكن اللي هي تكون بتشتغل بالبنزين اللي كفاءه الموتور بتاعها 75% اللي هي لم يمضى عليها 20 عام، لكن انت عندك عدد يعني عدد مش قليل ميكروباصات بتعمل بالسولار، فالسولار ده ما ينفعش تحوليها الغاز. فاحنا بنعمل ايه؟ هنعمل احلال كامل للمركبات دي، هناخد منهم الاجره والميكروباص، هيتم تخريجهم وهنديهم المقابل المادي يعتبر مقدم لعربيه جديده تعمل بالغاز. مفهوم. طب اسمح لي سياده الوزيره، استاذ عماد الدين حسين بس عايز مداخله مع حضرتك او سؤال. اتفضل استاذ عماد. مساء الخير يا سياده الوزيره وتحياتي لحضرتك. مساء النور يا فندم. اهلا. يعني ثلاث نقاط سريعه انا اظن بيهموا المواطن البسيط اللي استمع النهارده لسياده الرئيس والمداخلات. المواطن اللي عنده عربيه عاديه دلوقتي بيشتغل بالبنزين، هل مطالب ان هو يغيرها لغاز ولا لا؟ والتكلفه بتاعت هي سنه الصنع بتاعها امتى؟ اي سنه من امبارح لحد 20 سنه لورا. حاول حضرتك طالما لم يمضي عليها 20 سنه ممكن هي تتحول لغاز. ممكن ما تتحولش طالما تتحول. تتحول حضرتك طالما لم يمضي عليها 20 عام. طب هل اجباري ولا اختياري يا فندم؟
حاليا احنا عاملينها اختياري، ولكن بعد شويه هتبقى اجباري. طيب تمام. طيب دلوقتي التكلفه بتاعت العربيه الجديده، مش الافضل ان احنا يبقى عندنا عربيات تبقى التصنيع بتاعها تيجي غاز اوتوماتيك، بدل ما نستورد عربيات هي مصممه بنزين ونقلبها غاز؟ حاول حضرتك حاجه، انا مش عايزه استورد على فكره. طب وصلنا قصدي بالظبط، انا مش عايزه استورد، ولكن عادة اقتضيات هذه الصناعة ان هو تكون العربية بتشتغل بالوقود المزدوج، بتكون بتقبل حضرتك للاثنين. الهجين. تمام. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا يا سيادة الوزيرة، شكرا لحضرتك دكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشكر حضرتك. الجدوى الاقتصادية من ده ايه؟ طيب اولا سيادة الوزيرة وضحت الجدوى على المواطن. يعني الانفاق هيقل. على سواء بقى في صيانة العربية القديمة أو في المصاريف التشغيلية اللي هي بتاعت العربية، اللي هو أنت بتستهلك بنزين أكتر فالجاز هيقلله. تمام. على الدولة. أيوه. وده الأهم بقى. إحنا حضرتك سلم يعني هيكل الصادرات بتاعتنا، أول حاجة فيه صادرات الغذاء، بعد كده صادرات النفط البترول يعني المشتقات النفطية. المشتقات النفطية اللي هي زي إيه؟ البنزين والسولار. ودول هم الجزئين الأساسيين اللي إحنا بنستوردهم من المشتقات النفطية. فأنا دلوقتي بقى عندي فايب من الغاز الطبيعي وبصدره. واخد بالك حضرتك إزاي؟ فأنا الأفضل ليا إحنا أولى بيه؟ بس كده. الأفضل ليا إن هو يستهلك أعمل إحلال مكان البنزين والسولار دول بالغاز اللي أنا بنتجه أصلاً، وبياخده الشريك الأجنبي مني، ادخله السوق المحليه وما استوردش المشتقات اللي بتطلع من عندي. ده 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 الجزء الاول. اذا احنا كمان قدرنا بقى نطبق المشروع على نطاق واسع، معامل التكرير اللي بتشتغل في مصر اللي بتكرر للسوق المحلي، بدل ما تكرر البترول ده، ايه قصه المشتقات البتروليه؟ الزيت بتاع البترول الخام ده بيجي يدخل حاجه اسمها معامل التكرير. معامل التكرير بيتمرروا في عده مراحل كده، يطلع منها كل مرحله كل درجه تسخين معينه يطلع منها مشتق من مشتقات البترول. تمام. من اول المازوت اللي هو اتقل حاجه لغايه اخر حاجه خالص هو وقود الطيارات. فهو انا جزء من عندي معامل التكرير بتاعتي بتنتج حوالي 850 الف لتر مكعب في السنه للسوق المحلي. وبكمل الاستيراد بتاعي من الخارج. لو انا قدرت اخد جزء كبير جدا من السوق المحلي احوله للغاز، المعامل دي هتصدر للخارج. فيبقى انا كده عملت حاجتين، اول حاجه حليت محل الواردات، وكمان انتقلت بقى من ان انا بستورد ده الى اني اصدره. فده يعني يفرق معانا جدا، اولا في توافر العمله الاجنبيه، يفرق معانا جدا في الميزان التجاري بتاعنا، وده هينعكس بقى ده الانعكاس على الدوله، ينعكس مباشره بشكل مباشر على سوق على سعر صرف الجنيه، اللي هينعكس على حياه المواطن بالتالي. ما انت هيتعمل وفر، ده هيرجع لك بقى في صوره خدمات في ملفات كتيره، صحه، تعليم، سكن، كل الكلام. بس مش الخدمات بس. ده هو بصوره مباشره. بص حضرتك ليه الدولار لما بيطلع بسنتين باتنين تلات قروش انا بتاثر؟ علشان انا زي ما قلت لحضرتك كده ان انا استيرادي اكبر بس، والغذاء اللي هو الـ الواردات الاساسيه بتاعتي دي بتشكل 42% من استهلاك المصريين. يعني الانفاق بتاعي كله انا كاسره مصريه 42% منها رايح للغذاء. فعلشان كده اي زياده في سعر الدولار بتنعكس مباشره على المواطن، والعكس صحيح. طيب ملف تاني من الملفات المهمه جدا اللي احنا هنا على مستوى البرنامج تبعناه، وكان استاذ عماد الدين حسام بيتكلم عليه من شويه وهو مهتم بيه بشكل مباشر، والحقيقه كل مواطن مصري كان مهتم بيه، ملف العشوائيات. اهالينا اللي كانوا عايشين في ظروف غير ادميه، وكان الرئيس وكنا دايما بنقول ان دي قنبله موقوته وما كانش فيه اراده حقيقيه لمواجهه هذا الامر ده وتغيير حياه الناس للافضل. ولما بنستعير دايما جمله الرئيس لما كان بيقول الناس اعدائنا طبعا اللي بيعايرونا بفقرنا ونحن مش هنسمح بده، شفنا ان الموضوع يعني في اراده حقيقيه والصوره اتغيرت. لما تشوف الصوره قبل وبعد، ويمكن احنا نزلنا كتير في المناطق الجديده اللي اتحولت وبقت، يعني مش بس بنتكلم على سكن وشقق بيتم فرشها وباجهزتها وكمان، لكن انك مش بتستثمر بس في الحجر لكن في البشر كمان. الحقيقه النهارده كانت الصوره مشرفه جدا، وكان عندنا دايما التساؤل والتخوف انه هنفضل مكملين على ده، هنفضل محافظين على الانجاز اللي اتحقق، هنقدر نتوسع فيه، انه المساكن الخطره والمساكن الغير آمنة، وإن ده يتم بالتوازي، وده شيء مهم جدا لما نتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، على المدن الجديدة. لكن في نفس الوقت ما بنهملش القديم اللي عندنا، الحاجات اللي يعني عدى عليها الزمن، غير طبعا قصة العشوائيات والاهتمام بيها. خلونا نشوف الصورة
قبل وبعد، وهيكون معانا كمان وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار اللي شرح الموقف في تطوير المناطق العشوائية وغير الأمنة. خلونا الأول كمان نستمع لمقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف. اسمح لي دكتور عاصم، وقف عند الرقم بتاع 1000 وحدة ب 600 مليون جنيه، يعني الوحدة السكنية مكلفها 600,000 جنيه. الوحدة السكنية مكلفة 600,000 جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق إذا كنت فاهم. صحيح فندم. أنا بقول كده للمصريين ليه؟ يعني ده معناه إن الدولة المصرية بكل ظروفها الصعبة ديت وقفت جنب أهلها وبتدي الشقة اللي تمنها 600,000 جنيه لمواطن عشان هو كان عايش في منطقة خطرة، سواء بقى الدولة خدت بالها منه ولا ما خدتش على مدى السنين اللي فاتت، لكن لما حصل خطر تدخلنا. بقول 600,000 جنيه، 600,000 جنيه دول لما يتحطوا في البنك يجيبوا 9 مش كده ولا 9,000 جنيه في السنة، ولا في السنة كام؟ 9,000 جنيه في الشهر مش كده؟ تمام. 9,000 جنيه في الشهر، يبقى دي بطاقة التموين ولا ده الخبز؟ مصر وقفت جنبك، مصر وقفت جنبك، مصر طبطبت عليك ولا لا؟ انا بقول كده مش من، لان ما حدش بيجيب حاجه من جيبه يعني، لكن ده بلدنا عملت ده مع اهلها. الحسبه مش صحيحه. لان سياده الوزير دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، مساء الخير يا فندم، نرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني شرح مستفيد النهارده من قبل حضرتك في ملف تطوير العشوائيات، يعني طبعا انجاز يستحق الشكر والاشاده. ايه الرساله اللي حضرتك حب توجهها للمواطن المصري في الشغل اللي حصل في هذا الملف؟ والله ده لو سمحنا يعني يمكن اول رساله عايزين نوجهها للمواطن ان احنا عايزين ما نكررش هذه الماساه مره ثانيه، ونحافظ على الضوابط العمرانية اللي محطوطة، عشان احنا مش هنقدر نجري ورا مشكلة المناطق غير الأمنة لفترات طويلة. زي ما حضراتكم شايفين الأعباء والتكلفة المالية اللي تقع على الدولة نتيجة هذا الموضوع كبيرة جدا. وبالتالي احنا يعني بس بنحاول نقدم وحدات الإسكان المختلفة بأشكال مختلفة في مواقع مختلفة، بدءا من الإسكان الاجتماعي لدار مصر وسكر مصر ومشروع جنة اللي بيتلائم مع كل طبقات المجتمع. يعني احنا زي ما انا شرحت النهارده احنا بنشتغل تم التنفيذ وجاب التنفيذ في 1,000,000 وحده سكنيه بتكلفه 200 مليار املا في ان احنا نلبي احتياجات المواطنين كلهم. فحضرتك بتقول انه يعني لو خلفنا وعملنا مناطق عشوائيه ثانيه يعني هنبقى بنبني وبنجري ورا المخالف وبنعمل ثاني، فده بيكلف الدوله. الحفاظ على ما تحقق يا سياده الوزير، وحضرتك يمكن قصه الصيانه والمتابعه والحاجات الخدميه والتعليميه والترفيهيه بشكل عام ان يكون مجتمع متكامل. يمكن زي ما حضرتك قلت يمكن المختلف اللي احنا برضو بنشتغل فيه في الفتره الحاليه هو ان كل المشروعات اللي احنا بنقوم بيها دلوقتي في شركات صيانه وبتقوم على هذه المجتمعات. يمكن زي ما شرحنا العائد اللي بيجي من وراء هذه الانشطه، المواطن على فكره اللي بياخد هذه الوحدات سكن بديل للعشوائيات المبلغ اللي بيدفعه هو لو كان بيستخدم في شيء فهو ما بيغطيش حتى اجمالي تكاليف الصيانه لهذه المنشات. هو الاهم من كده ان احنا نحافظ على المكتسبات اللي احنا خدناها. يعني النهارده حضراتكم شفتوا الاسمرات 3، الحمد لله قادرين نحافظ على الاسمرات 1 والاسمرات 2، وشايفين تل العقارب وشايفين الوحدات اللي الدوله بتقدمها. بنامل ان احنا نشتغل، طبعا الشركات لوحدها مش هتقوم بالدور، لازم المواطن نفسه يكون عنده دافع للحفاظ على ما تكون لديه من قيمه. يعني المكان اللي هو قاعد فيه ده قيمه مضافه ليه هو شخصيا، شيء بيسيبه لاولاده. اعتقد من المناسب ان احنا نحافظ عليه عشان نسلمه لاولادنا بشكل لائق، ونطول من فتره حفاظه على الشكل الحضاري اللي متواجد بيه الوحدات اللي احنا بنسلمها للمواطنين. الانطباع النهارده انها كانت سيمفونيه متكامله الحقيقه في ملف تطوير العشوائيات ما بين وزارات واجهزه الدوله المختلفه والقطاع الخاص والمجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، كلمنا عن ده وازاي اتحقق يا فندم؟ هو برضو ده كان جزء مهم في التجربه، لان خليني يعني لو تسمح لنا
نوضح للسادة المواطنين أن مشكلة العشوائيات هي مش مشكلة عمرانية. هي مشكلة اقتصادية اجتماعية يظهر وجهها القبيح في العمران. تاني، هي مشكلة اجتماعية اقتصادية بيظهر وجهها القبيح في العمران. الانفكشنز أو زي بالظبط لو شبهناها مع سرطان بأي طفح جلدي بيظهر على الوجه، مش لازم يكون سببه مرض في الجلد، قد يكون مرض عضوي داخلي، ولكن احنا لازم نعالج المرض من داخله. فعشان نعالج المرض من داخله مش بس يجب ان احنا نبني الوحدات السكنيه دي، لا، احنا لازم نبص على الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه للمواطن. عشان كده مؤسسات الدوله كلها تشتغل مع بعضها عشان نقضي على المشكله دي من جذورها، وما نعالجش العرض فقط ونسيب الاسباب الحقيقيه للمشكله. فتوفير فرص العمل ورفع مستوى معيشه الافراد وايجاد حياه كريمه للمواطنين هو اهم بكتير من ان احنا ننقلهم في مباني مطوره او ذات طابع مميز. لو عملنا المباني المطوره ذات الطابع المميز دون الالتفات الى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ما اعتقدش ان احنا هنحقق نجاحات. وده اللي حاجه بالدوله ان هي تشتغل مؤسساتها كلها مع بعضها. زي ما حضراتكم شفتوا النهارده جميع الوزارات والمؤسسات عشان تقدم هذا المشروع او هذا المنتج بشكل ما. طيب، النهارده كمان احنا بنصلح اخطاء الماضي لو جاز التعبير، وكمان بنبص على المستقبل، يعني المدن الجديده، مجتمعات عمرانيه سكنيه برضو، وفتح افاق للتنميه وشرايين. انه يعني الخطة أو الاستراتيجية اللي ماشي عليها وزارة الإسكان تحقيقا طبعا لخطة الدولة في التنمية. بس حضرتك يمكن إحنا لما اتكلمنا على المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052 رصدنا أول أهداف هذا المخطط، ويمكن كثير من الناس كانت بتستغرب هل هو ده هدف الدولة المصرية الأول؟ أيوة، هو ده هدف الدولة المصرية الأول، وهي مضاعفة المعمور المصري. إحنا عايشين على 6-7% من أراضي جمهورية مصر العربية، وكان الهدف القومي الأول لمصر إن إحنا نضاعف هذا المعمور ونعيش على 12 أو 14% من مساحتنا. اللي إحنا بنحققها في صورة محاور التنمية الجديدة اللي بتوصلنا لمناطق التنمية العمرانية الجديدة اللي إحنا بننشئها، لأن إحنا مش هنقدر نفضل عايشين في هذه المساحة التي أصبحت غير قادرة اقتصادياً على إعالتنا. حجم الأنشطة الاقتصادية اللي بيتم في كل المناحي، الزراعة، السياحة، التجارة، صناعة، كل حاجة، في 6-7% أصبح غير قادر اقتصادياً على إعالة عدد السكان اللي تجاوز 100 مليون. عشان نحقق هذه القدرة الاقتصادية لازم نضاعف المعمور عشان نوجد فرص تنمية اقتصادية جديدة، مش عشان نوجد أماكن للسكن، لا، عشان نوجد فرص اقتصادية لعدد السكان اللي بيزيد. في الوقت نفسه بقى بنقدر نتدخل بالتطوير والتنمية داخل العمران القائم عشان نرفع من كفاءته. عشان كده السيد الرئيس لما تحدث على إيقاف تراخيص المباني وإيقاف البناء في بعض المناطق، لأن هي تجاوزت الحدود القصوى، مش بس للكثافة السكانية، لإيجاد حياة مناسبة وفرص عمل للناس. الناس بتسكن في حتت وملهاش أي ارتباط اقتصادي ليها. لذلك إحنا لازم يكون عندنا اتساق في منظومة الأهداف والخطط اللي إحنا بنحطها، ونسعى من خلال سياساتنا لتحقيقها مع بعض. تمام، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كل الشكر والتوفيق يا فندم دكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا عايز تعليق حضرتك. طبعا الكلام مهم وصحيح طبعا ولا خلاف عليه، لكن القصه مره تانية هي مش قصه اسكان العشوائيه، مش بناء مخالف. العشوائيه خطورتها ان هو البناء العشوائي بينتج في النهايه ناس عشوائيين، بينتج قرارات عشوائيه. وده أنا فاكر كويس جدا لما جينا الجامعة القاهرة، فيصل كان ترعى وفي زراعة، فالناس جات من خصوصا من الصعيد، كل واحد بيبني بمزاجه، تبني عمارة 10 أدوار وعرض الشارع ما يجيش 3 متر. هو برضه غياب للدولة، لأنه ما فيش حد طبعا، هو كان بيروح يدي زي ما تفضل أستاذ محمد، بيروح يدي الراجل بتاع الحي أو المهندس 1000 جنيه، فبدل ما يدفع 2000 جنيه والدولة كلها تستفاد، هو بيخالف والناس مش عارفة تعيش، الخدمات الأساسية صعبة، الناس وشها في وش بعض، مفيش خصوصية، بينتج عنه جرائم مختلفة، ثقافة مختلفة، سلوك. هو السلوك ده، هي ده الخطر يعني. التوك توك أو الزحمة مش مجرد مركبة في شارع، هو سلوك عام بيؤدي إلى أمراض نفسية وأمراض اجتماعية كبيرة جدا. فلما أنا بعمل ده
لما بعمل المباني المنتظمة والشيك والحلوة دي انت بتدي فرصة للناس انه يلعب كورة، انه في حمامات سباحة، في حاجات كتيرة. بس الاهم من ده ايه هي الآلية اللي انا احافظ بيها انه ده ما يتغيرش؟ لو زي ما قال دكتور عاصم دلوقتي انه الناس ما تعملش عشوائيات تاني، ما هو اللي حصل انا اذكر حضرتك من حوالي شهر تقريبا سيادة الرئيس كان في مؤتمر واحنا قاعدين وبيتكلم بيقول وهو جاي في الطريق شاف انه الاماكن اللي هي اللي الدوله طلعت منها على حرم الطريق بتاع المشروعات اللي اتعمل هم طلعوهم وخدوا مساكن ورجعوا بانوا تاني في العشوائيات. أيوة ده كانت البدايه بالمناسبه بتاعه قرار وقف تصريح البن. القرار ده قرار ثوري بالمناسبه وقرار مهم جدا، لان انت كده بتضربي مافيا كبيره جدا. طبعا في بعض الناس هتتضرر جزئيا بس انت بتصلحي اصلاح كامل. الاصلاح الكامل ده مين اللي هيتضرر منه؟ ناس كتير، كل الفاسدين في المحليات، كل الناس اللي كانوا في لوبي كبير. اللوبي ده يعني بي عنده مصالح متشابكه وطبيعي ان هو هيبقى متضرر جدا وطبيعي ان هو هيقاوم. لكن ده مهم انه الدوله يعني تصر على هذا الموقف، لانه يعني الردع هو اهم شيء. صحيح. من كام يوم اذكر مثل عبقري، تم من حوالي اسبوع او اقل من اسبوع هدم برج من 18 دور في العين شمس، وده اتبنى جديد. طب مين اللي سمح؟ يعني الراجل اللي بنى البرج ده يعني ماشي فاسد ومجرم وكل حاجه، مين اللي سمح له؟ ازاي خد رخصه؟ وقبل كده واحد تاني صاحب منصب مهم في سوهاج وفي الغردقه، الدوله بدات تتحرك وتضرب بغض النظر عن اصحاب الحاجات دي. مهم جدا ان هذا الامر يستمر لانه ده هيصلح حاجات كتيره جدا. تمام، انا عارفه حضرتك عندك تعليق، بس اسمح لنا الاول عشان احنا معانا على الهواء المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء. مساء الخير باشمهندس خالد، دايما بتشرفنا في الحياه اليوم ودايما شركاء مع حضرتكم في كل تطوير وشغل بيحصل على الارض. مساء الخير والف مبروك على الاسمرات 3. مساء الخير استاذه لبنى، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيكي. يعني عايزه نفتكر مع بعض لما تقابلنا اول مره وانت قلتي لي ده حلم هيتحقق الحلم. صحيح، ادي احنا بنحقق الحلم معاك اهو دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. احنا نزلنا على الارض في الاسمرات قبل كده واهالينا والمحروسه وغيره وغيره وغيره. يعني البعض بيقول لو ده الانجاز الوحيد اللي عاملاه الدوله المصريه في ملف العشوائيات يكفي. ازاي ده اتحقق والاراده والناس، ومش بس بتكلم بقى على مستوى الوزراء والمسؤولين لكن المواطنين العاديين والناس اللي شغاله بايديهم في هذا المشروع. عايز اقول لك الموضوع كله موضوع العشوائيات كله تحديات. واول تحدي هو ثقه المواطن في ان الدوله بتعمل لصالح المواطن. صح. ده لوحده كان اكبر تحدي. ان ازاي نبني جدران الثقه اللي كانت عباره عن جدران عدم الثقه بين المواطن والدوله، ازاي اتبنت بقت هذا هو جدار الثقه المبني حديثا. عايزين نقول ان احنا بنبارك للمواطن المصري مصر الجديده، مصر الحديثه، اللي بقى فيه بينها وبين المواطن الحكومه والمواطن بقى فيه جدران ثقه عاليه جدا جدا، وحلت مكان جدران عدم الثقه العاليه جدا. فده احدى المشروعات اللي بتبني هذه الجدران الثقه العاليه. يمكن الناس كانت الاول بتشكك وتقول احنا خدنا التكليف، خدنا القضيه، او خدنا تكليف بسياده الرئيس ان احنا هنبني عشوائيات وان احنا هنخضع لعشوائيات. دلوقتي احنا بنقول للناس هو ده. تخيلي ان احنا اول ما خدنا الملف في السوشيال ميديا الصفراء، الاعلام الاصفر، الصحافه الصفراء المعاديه لينا اللي كانت بتقول ان مش هيعملوا حاجه، ولما واحنا بنبني انتوا خرجتوا الناس ومش هيرجعوا تاني وقعدوا يشككوا الناس في القضيه نفسها وطمعا في الارض. طيب وبعد ما بنينا وبدانا نطلع تاني، لا ده مش انتوا طمعوا في الارض والمستثمر اللي جاي ومش المستثمر اللي جاي. طيب وبعد ما بنينا وطلعنا بالعمارات مش انتوا اللي هتسكنوا. ايوه يعني كل مرحله من مراحل تشكيك. يطلع حد يحارب ويغذي عقول الناس بالتشكيك في الدوله، ومع ذلك برضو بنكمل ونكمل ونكمل. ومع كل مشروع بنقول للمواطن فعلا اللي بنيناه ده علشانك انت، وانت هتسكن فيه. جميع مشروعاتنا مميزه، والناس من كتر ما مشروعاتنا مميزه دايما بيقولوا معقوله المشروع الفاخر ده، شوف كلمه فاخر انا بقولها وانا ملء فمي بقول فاخر، المشروع الفاخر ده هيكون لنا احنا؟ طيب المشروع الفاخر اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده في مرحلتين قبل كده لاهالينا 10800 او 980 وحده في 10980 اسره ساكنين فيهم جنبكم، وانتوا هتكملوا ال 18300
أسرة. فإحنا بنقول للناس أهو هنكمل منظومة الأسمرات. ويمكن سيادة الرئيس فرح الناس برضو وقال ادخلوا على المرحلة الرابعة الأرض لما إدى تكليف لقائد العام للقوات المسلحة بإن الأرض دي معلش يسيبوا الأرض دي عشان نعمل فيها مرحلة رابعة. بنفرح الناس هنخش في مرحلة رابعة إن شاء الله لأهالينا تاني ونفرحهم تاني ونحتفل معاهم مع كل سنة نعمل مشروع كبير ونحتفل. طبعا مش كل سنة، مش بقول الناس يتظروا سنة كاملة. عندنا مشروعات إن شاء الله خلال الشهر الجاي واللي بعده واللي بعده، عندنا كل شهر إن شاء الله في مشروع جديد هيخش معانا إن شاء الله، ونحتفل كل شهر بمشروع كبير لغاية ما تنتهي معانا 2020. باشمهندس خالد، قصة إنه يعني إسكان فاخر زي ما حضرتك بتتكلم وطرز معمارية مختلفة وفقا لطبيعة كل محافظة وطبيعة كل مكان والفرش والكلام ده كله، وكان من شوية وزير الإسكان بيتكلم معانا في أنه يعني في تحديات ما زالت برضو بتواجهنا في ان احنا نحافظ على ده وان ما يكونش فيه عشوائيات جديده، وان كل اجهزه الدوله والقطاع الخاص والمجتمع المدني متكاتف لانجاح هذه الملحمه. اهميه المتابعه، وبصفه حضرتك مسؤول عن هذا الملف مدير صندوق تطوير العشوائيات، شايف ازاي الفتره اللي جايه كمان؟ طبعا الفترة الجاية إذا ما كناش نحافظ على مشروعاتنا اللي احنا عملناها دي يبقى احنا ندير فلوس على الأرض. إزاي نحافظ على مشروعاتنا اللي احنا بنعملها دي؟ أول حاجة إن احنا كل مشروع يبقى ليه إدارة كاملة، إدارة بهيئة إدارة بمدير للمكان سواء رئيس حي أو مدير المشروع نفسه بيدير المشروع ويشوف المشاكل فيه إيه. بيكون في شركات صيانة متعاقد معاها عشان الصيانة للمشروع نفسه. بيكون في لجان عليا بأوامر سيادة الرئيس بتمر على المشروعات اللي بتنفذ دي برئاسة الصندوق وعضوية الرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن ووزارة الإسكان والمحافظات والقوات المسلحة. بتمر ما يعديش أكتر من 3 شهور غير لما يكون دي اللجنة دي مرت على المشروع مرة واثنين وثلاثة عشان نتأكد إن المشروع ماشي صح، والناس لو ليهم مطالب برضو من حق أهلهم، وترفع التقرير لدولة رئيس الوزراء علشان نشوف مطالب الناس ايه او نشوف ايه المشاكل اللي حصلت ونوجه بحلول هذه المشاكل من بتوجهات من دوله رئيس الوزراء. هنا بنحافظ على المشروعات بتاعتنا. طيب ده الشق اللي هو العملي اللي هو يعني على الارض على طول. طب ايه تاني؟ احنا بنتكلم ان الدوله دلوقتي بتنشد ان شاء الله في خلال قريبا جدا بنقول هنوصل ل 700 وشويه الف وحده سكنيه في السكن الاجتماعي و200 وشويه الف وحده في السكن المتوسط. كل دي مشروعات بتعمل. بنقول لمصر زي ما اسرائيل قال دلوقتي ايه، ما فيش حد هيطلب شقه غير لما نقول له صح. حاضر ليك شقه عندنا بحيث ان لما كل مواطن يقول انا عايز شقه ولاقي الشقه زي مثلا الشقه مكلفه زي ما هو قال مثلا في احدى المشروعات شقه مكلفه 600000 جنيه طبيعه المشروع كده مكلفه 600000 جنيه، هل استخسرنا؟ بناخد حاجه من المواطن؟ لا، هي قيمه مش قيمه اجاريه كمان، ده قيمه الصيانه الشهريه اللي بتتاخد من المواطن عشان نحافظ على المشروع. اذا فالموضوع بنقدر نصرف ونصرف ونصرف عشان نوصل في الاخر ان ما حدش يفكر يعمل عشوائيات. لو فكر يعمل عشوائيات يفكر ازاي؟ ده احنا بنديك حاجه متكلفه مئات الالاف من الجنيهات ما تدفعش عليها حاجه. حرام. يبقى اذا انت هنا لازم تفكر معانا. يعني فاحنا فعلا يعني ازاي دي حلول، ازاي ان احنا بنقول للمواطن انت في بلدك معز مكرم تشجيع القرى ذات المنتج الواحد المشروعات الصغرى متناهيه الصغر، ازاي بنخلق له مشروعات في مكانه في بلده في الاقاليم، ازاي مناطق الصناعيه بتفتح في الاقاليم في المحافظات بنفتحها عشان انت ليه بتخلق عشوائيات عشان اللي هي الهجره الداخليه البحث عن الرزق؟ لا، احنا بنحاول نوجد لك رزقك في مكانك اللي انت فيه، ما تحاولش تتحرك من مكانك. كل دي حاجات بتتظافر بيها جهود الدوله كلها وجميع افرع الدوله كلها وجهاتها، ازاي بنتشارك كلنا ان احنا نمنع ظهور عشوائيات. القوانين الجديده اللي بتطلع مجلس الشعب بيسن القوانين وازاي بنعملها، ازاي بنطبق هذه القوانين بوزاره الداخليه والمحافظات والتنميه المحليه، كل دي منظومه يعني متكامله منظومه عشان ما يظهرش عشوائيات تاني. نجاح يا باشمهندس نتمنى الاستمراريه فيها ان شاء الله والمحافظه عليها وعلى الجهد والمال اللي يعني طبعا صحيح المقابل انك بتطور حياه الناس ومجتمعات افضل، لكن الحفاظ عليها طبعا ضروره واولويه. شكرا جزيلا باشمهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات تابع لمجلس الوزراء، والملف متكامل الكل شغال فيه، دي كانت اولويه. ويمكن ده سؤالي لدكتور شادي برضو اقتصاديا، يعني احنا بنقول طبعا تحسين حياه الناس والكلام ده كله، لكن في ملف السكن بشكل عام كميه الشقق والوحدات السكنيه اسكان اجتماعي او فوق المتوسط العشوائيات والشغل فيها على الرغم انها تكلفتها كبيره على الدوله واللي اتحقق فيها ما اتحققش من سنين طويله، لكن اهميه ده ايه يا دكتور؟ طيب انا هقول لحضرتك اول حاجه ان
قطاع التشييد والبناء هو قطورة الاقتصاد المصري دلوقتي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك لو من سنه واحده بس رجعنا كنا هنا في نفس البرنامج ده وكنا بنتكلم هل احنا عندنا حاجه اسمها فقاعه عقاريه فعلا. لو حضرتك فاكره الناس كلها اتكلمت عن ان السوق المصري الاقتصاد المصري بيواجه حاجه اسمها الفقاعه العقاريه. ده ملخصها يعني عشان افكر بس بيها ان المصريين هيتوقفوا عن سداد الوحدات اللي اشتروها، فبالتالي هيحصل انهيار كامل في سوق العقار لان الشركات نفسها وهي بتبني بتستفيد من البنك. فاذا انت وقفت دفع للشركات، الشركات مش هتسدد للبنك، معنى كده البنك هيجي يحجز على وحدتك وهيحجز على الشركه. طيب المشروع اللي حصل ده خرج تماما فكره الفقاعه العقاريه من دماغ الاقتصاديين ومن دماغ المراقبين تماما. ليه؟ لان كل السوق المصري الناس المصريين كلهم رغم الازمه ورغم ان دخولهم قلت الا ان المشروع ده خلى فيه سيوله في الاقتصاد المصري. عمال البنى اللي شغالين، الشركات اللي شغاله، قطاع كثيف العماله، كل الناس دي معاها فلوس بتضخ فلوس يوميا في عروق الاقتصاد. دي اول حاجه. تاني حاجه الشركات اللي كانت ممكن تتوقف عن الدفع مع المشروعات اللي هي في المدن الجديده والمدن الكبيره عندها بالتوازي مشروعات على الاسكان في مشروعات الاسكان الاجتماعي مع الدوله مموله من الدوله. يعني الشركه نفسها عندها ملاءه ماليه تشتغل بيها. فاحنا قضينا تماما على خطر كبير جدا كان بيواجه واحد من اهم القطاعات المصريه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تكون بعد الفاصل. طبعا بعد الفاصل نستمر مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم معانا مره تانية. بجد التحيه طبعا لضيوفي اللي مشرفينا النهارده في الحياه اليوم، استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، ودكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي طبعا. وكانت الكلمه مع دكتور شادي لما كنا بنتكلم على مش بس العشوائيات وتطوير العشوائيات لكن ملف الاسكان بشكل عام والجهد اللي حصل، وتحديدا النقطه المتعلقه بالمجتمعات العمرانيه والمدن الجديده والجدوى الاقتصاديه لده. دكتور شادي، احنا اتكلمنا اول حاجه عن سوق قطاع التشييد والبناء اللي كان في خطر والدوله انقذته. نعم. الحاجه الثانيه الانتقال للمدن الجديده والانتقال للاحياء الجديده دي بيخلق فرص اقتصاديه لا محدوده على كل المستويات. احنا الوادي بقى المساحه المتاحه ضيقه جدا. واحده من اهم المشاكل اللي بتواجه القطاع الصناعي اللي هو احنا مصر دلوقتي بتهدف للتحول لدوله صناعيه، احنا اهم مشكله ان المستثمر مش لاقي ارض يبني عليها. يعني تخيلي حضرتك انا معايا جايب تمويل من البنك، عندي نوهاو، عاوز ابني مصنع، مفيش ارض صناعيه مرفقه. ودي اهم المشكلات اللي قال مش اتعملت خريطه الارض الصناعيه. ما هو ده اللي لسه هقول لحضرتك عليه. بقى ده اهم صندوق النقد الدولي هو بيراجع المراجعه الاخيره بتاعته قال ان انتوا يا جماعه عندكم مشكله في ايجاد الارض الصناعيه دي. علشان هي كانت مهمه المستثمر ان هو يلف هو على الارض. لا ومش بس حتى القطع المتاحة بياخدها سماسرة يا فندم. والسماسرة دول يرجعوا يعيدوا بيعها تاني للمستثمر. فعلشان كده أنا لما أخرج من ضيق المساحة ده لاتساع ورحابة بقى المحاور الجديدة والكلام دوت، أخلي بسهولة جدا أمنح أراضي صناعية مرفقة، مجتمعات صناعية كاملة أقدر أبنيها، أقدر أشغل العمالة اللي عندي واقفة، بدل ما أنا القطاع الزراعي بتاعي هو القطاع الأساسي. مصر صادراتها الأساسية صادرات زراعية أساسا، صادرات زراعية. تخيلي حضرتك إحنا دلوقتي بقالنا عندنا 60 سنة ثورة، 60 سنة من أيام الرئيس عبد الناصر، وما زال القطاع الزراعي هو اللي بيطلع الصادرات الأساسية. وده أهم مشكلة فيه إن المستثمر أصلا مش لاقي. فأنا دلوقتي الأرض أصلا تضاءلت الزراعية. بس يعني أنا بقول لحضرتك مع ذلك هو ما زال، يعني شوف رغم التضاءل ده كله هو ما زال هو الصادرات الزراعية هي الصادرات الأساسية. أنا بقى دلوقتي أخدك كده أخرجك خالص من البيئة اللي أنت قاعد فيها دي، صناعة، أحطك في مكان جديد. المكان الجديد ده على جواره أبني بقى مجتمعات صناعية جديدة. أنا السوق أنقله لمكان جديد وأبني جنبه المصنع عشان يطلع من المصنع للسوق اللي أنت قاعد فيه الجديد. بتقل التكلفة. المساحة اللي المفروض تتوفر سنويا من الأراضي المرفقة علشان نكمل النمو بتاعنا عن 6% 3 مليون متر مربع سنويا يا فندم. تخيلي ال 3 مليون متر مربع مرفقين دول نجيبهم منين؟ في وسط الوادي اللي خلاص اكتظ تماما. لازم عشان بس اوضح لحضرتك كلمه سياده الوزير ان بقول مفيش فرص اقتصاديه. صحيح الفرص الاقتصاديه مش جايه اصلا عشان مفيش ارض ابني عليها، والارض مش موجوده علشان مفيش توسع عمراني خارج الوادي والدلتا. علشان كده تفكيك المشكله الاقتصاديه المصريه كلها تكمن في اني اخلق
ارض مكان سكن جديد يتخلق على اساسه فرص اقتصاديه جديده، سواء بقى زراعيه او صناعيه او بقى مولات او ايا كان، يبدا المشكله تتفك من اول نقطه، من اول عقده فيها المشكله بدأ من هنا. ويمكن جه من هنا كلام الرئيس النهارده لما كان بيرد على التساؤل اللي كان البعض بيساله وبيشكك في اهميه وقيمه المشاريع او المدن الجديده 14 مدينه جديده والعاصمه الاداريه، انه علشان اللي كنا بنتكلم فيه الخنقه بتفتح مجتمعات عمرانيه افاق للتنميه. ومن هنا برضو ونربط بالكلام على وقف تراخيص البنى والوقوف بكل حزم وبقوه تجاه المخالف. نتابع. احنا عملنا ايقاف للبناء، سواء للرخص القائمه بالفعل او الرخص اللي ممكن يعني يتم اصدارها. طب احنا عملنا كده ليه؟ يعني كرها في الناس ولا تضييق عليهم ولا عشان ما بنحبش مصلحتهم؟ لا، احنا عملنا كده لان القاهره ومحافظات كتير جدا جدا لابد من مراجعه الكثافة اللي موجودة فيها عشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب. مش هقول بشكل جيد، بقول مناسب الحد الأدنى يعني. وبالتالي أنا بقول الكلام ده عشان الدكتور مصطفى قاله وأنا بأكد عليه، إحنا في أماكن في القاهرة لن يصدر لها ترخيص تاني خلاص، مش كده وبس. وحتى اللي هيبقى يصدر لها ترخيص ممكن لو كانت الاشتراطات بتاعت المباني كانت قبل كده بتقول 7 أدوار هيبقوا دورين بس. طب هو عافية يعني؟ يعني هو من عندنا يعني بالقوة يعني جبر يعني؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان احنا لازم نحل المسألة، لازم نحل المسألة، والمسألة دي حلها ايه؟ ان احنا اللي احنا وصلنا له ده كفاية كده عليه. طب القرار ده بعده دلوقتي؟ والله العظيم القرار ده متأخر 20 سنة، انا بحلف بالله العظيم ما كانش حد ابدا يطلع ترخيص اكتر من 3-4 أدوار طوال ال 20-30 سنة اللي فاتوا. والجراشات وندي رخصه تطلع، الرخصه تطلع بجراج، وبعد ما تطلع العماره وتسكن الجراج مش مستخدم. كلام ما الكلام ده مش هيكون تاني، الكلام ده مش هيكون تاني. الجراج اللي مش هيشتغل هناخده، هنعمل ايه يا دكتور مصطفى؟ هنطلع قرارات نزع ملكيه لكل الجراشات اللي مش مستخدمه، ناخدها ونديها للناس تشغلها عشان تستوعب العربيات على الاقل في الوضع اللي احنا فيه. يبقى بقول حاجه ثانيه، ان احنا لما جينا نعمل مدن جديده والناس كلها قالت لك انت هتعمل مشروع يتكلف المليارات، طب ما انا دافع 50 مليار جنيه عشان احسن القاهره كل سنه. طيب بنحسن القاهرة وبنحاول نتعامل مع المخلفات، وزي ما سمعنا الرئيس دلوقتي انه بقوة، انه لا تهاون بعد كده. استاذ عماد، يعني شايف مواجهة الامر ده ازاي اللي بقاله سنين طويلة؟ وطبعا الجملة الكبيرة فساد للركب والحاجات دي والمحليات والدور المفترض انه يحصل خلال الفترة اللي جاية، حتى لما الرئيس قال ايه انا دماغي بقى في الموضوع ده. ده شيء مهم جدا، وعلينا ان احنا نقف بقوة كلنا في النقطة دي تحديدا. في مخالفات البناء لازم اظن ما فيش حد عاقل يختلف حواليها. لكن دايما زي ما بيقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل. توجه الدولة ممتاز، كيف سنطبق تنفيذ هذا الأمر؟ ليه؟ لأنه من الذي سيطبق ده؟ المحليات برضو. طيب هل هو أنا معقول هجيب طيب على فوق كل واحد في المحليات هجيب واحد تاني يشرف عليه؟ هيبقى صعب. فبالتالي أنا أظن الشدة الأولى دي إذا استمرت بقوة هتخلق آليات وديناميكيات وواقع، هو ده اللي هيخلي الناس تعرف لما آجي يبقى فيه مكان بناء مخالف صاحبه ما عرفش مين من الكبراء والناس كلها بتشوفه هو بيقع. طبعا ثروة مهدرة، يعني لو أنا قدرت أخده الدولة تصدره بطريقة قانونية سليمة وديه للغلابة للمساكين لصندوق تحيا مصر أو أي حاجة يبقى خير وبركة. لكن أحيانا المنظر ده بيبقى مهم لفكرة الردع، عبرة إنه يعني ده لما أنا هشوف يقول لك اذا كان فلان اللي هو فلان كبير واو حصل له ده فما بالك بالاخرين. دي نقطه مهمه جدا علينا ان هو في استمرار في اللغه الشديده جدا في اطار القانون بكل باقصى قدر من القوه، لانه البلاد لا تبنى. بس انت مش قلقان حضرتك من المقاومه؟ يعني في اي حاجه فيها تغيير انك بتعمل الحاجه الصح هتلاقي المقاومة أكيد، اللوبي الفساد في هذا الموضوع لا تتخيل قوته.
لوب الفساد اللي هو ايه؟ من اول الراجل البسيط الفراش اللي هو بيقول لك واقف لك قدام الحي او الجهاز مساء الفل يا باشا تعالى اخلص لك المساله دي وبيوديك الواحد والثاني الاخير اللي بياخد الفلوس يقول لك هي الفلوس دي مش ليا واحد ده مش ليا ده مجتمع للاسف الشديد الراجل اللي انت بتروحي له في اي اداره يقول لك يفتح البتاع ياخد ال 20 جنيه او ال 200 جنيه او المبلغ ويقوم يصلي الظهر بكل ورع وهو يعتقد ودي النقطة اللي أنا بأكد عليها اللي هي فكرة أخطر ما حدث في السنوات الماضية هي أن الناس تعاملت مع الفساد إنه طبيعي. أيوه. أنا في مثل لا أبل من تكراره. ناس في الصعيد كانوا ماسكين آلي في أثناء امتحانات الثانوية العامة من كام سنة واقفين على اللجنة عشان أولادهم يغشوا. الأولاد غشوا جابوا مجاميع كبيرة دخلوا كليات مش من حقهم وبعد ما يطلع من الكلية يدفع رشاوي عشان يبقى في منصب مهم ما عرفش ايه وايه وايه وهو مطالب يطبق القانون وهو داخل بالغش والراجل ده اللي هو ابو الاب ده وقرايبه يقعدوا بالليل على الكنبه او في المنظره او بتاع يتكلم عن الفساد طب ما انت احد اركان احنا جزء من المجتمع فسد ومش عايزين ناخد بالنا ان احنا فاسدين في ده لما انا ابتدي يعني الفساد مش غير الفساد ان انا ادين نفسي زي ما بدين غير السكوت عن المفسد هو فساد بالضبط فبالتالي هي الفكره انك انت تضربي في عمق هذه الثقافه تخلي الناس يعرف ان هو لو انت خدت جنيه زي المليار جنيه ما فيش فرق بين الاثنين ازاي نقدر نعمل ده جهاد طويل جدا وعايز مش رئيس الجمهوريه بس ولا رئيس الوزراء ولا وزير التنميه المحليه وعايز كمان ان المواطن يكون مقتنع باهميه ده ويساعد وده لمصلحته لما رئيس قالك انت بتعمل ده لمصلحتك بص لمصلحه غيرك ومصلحه بلدك ما هو ناس كتير جزء من فساد ضمائر ناس كتيرة جدا ان هو استحل ده ويقول لك يا عم انت ده راجل غلبان هو جيت عليا الراجل المؤاخذه اللي عامل النظافه اللي في الشارع اللي اهمل النظافه كامله وواقف في الطريق عشان يتسول لما تيجي تكلم حد تقول له ما تدفعلوش يقول لك يا عم ده غلبان يا سيدي خليه يشوف وظيفته وغلبان ياخد فلوس من حته تانية لكن لا يحول وظيفته الى انا مش قصدي هذه المهنه احنا وصلنا الى ازدواج في المعايير يعني نبرر للفساد في حتت كتيره جدا ثم نشكو الفساد واحنا قاعدين نتكلم. طيب دكتور شادي يعني اهميه اللي الرئيس قال عنه النهارده وايه تخوفاتك او التحديات للتنفيذ فعلا؟ طيب هو اول تحدي هيقابل الدوله في الموضوع ده ان في عدد كبير جدا من العمال بيشتغلوا في البناء الاهلي ده يعني احنا عندنا مقاولين اهليين مهندسين عندهم شركات يعني مكاتب هندسه بيشتغل معاهم فيها مقاولين بيشتغل معاهم فيها عمال يومي دول اول تحدي للدوله طب لما الرئيس قال انه في فرص ثانيه ما هو ده اللي انا هقول لك عليه لازم الدوله يعني توصل للناس دي بالتوازي. لازم توصل لها مع ان انا بقفل هنا لازم اوفر للناس دول هم فرص في الاماكن الجديده اللي البناء فيها سليم والبناء فيها شغال والبناء فيها شرعي دي اول حاجه تاني حاجه زي ما الاستاذ عماد قال المتابعه بس معلش في النقطه دي تغيير الثقافه لان احنا مجتمع احنا بنحب الايه نسكن جنب بعض صحيح نلاقي حته تيجي دي كده وحس وحياه انك تقنعه انك تروح مجتمع جديد فدي محتاج تغيير الثقافه طيب. واهميه ده بص حضرتك الناس بتتنقل من مصر لدول الخليج علشان تشتغل يعني الفكره كلها ان انت اذا اتحتي فرصه عمل جديره بالانتقال الناس هتنتقل ثانيا اذا هو المصدر اتقفل تماما والمواطن اتاكد العامل خلاص ده إنه اتاكد انه مفيش لا بديل. خلاص هو بديل مفيش هنا البديل ان انت تروح تشتغل شغله بثمن احسن باجر احسن مع في حمايه القانون في ظل القانون يعني واجر حلال تروح بقى في المكان اللي فيه الشغل احسن هينتقل وانظر لحضرتك ازاي ومش بقول كده لا مش بقول كده عنوه لا يعني مش ده هيجي بالعافيه طيب. لا هيجي لان هو الانسان بيعظم منفعته الاقتصاديه دايما التحدي الثاني او النقطه الثانيه النقطه الثانيه المتابعه والاستمرار يعني مش لان الرئيس بدا في الملف الناس كلها واحنا قاعدين دلوقتي هنا نركز الموضوع عليه بعد يعدي شهرين ثلاثه اربعه المتابعه والاستمرار يسال عنها وزاره التنميه المحليه وطبعا اكيد في اجهزه كثيره معنيه ومنها الداخليه لكن وزاره التنميه المحليه ان العين عليها طبعا وقصه المحليات والفساد والرخص بتتاخد ازاي ومتابعه المخالفات دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه معانا على التليفون مساء الخير يا فندم اهلا يا دكتور خالد مساء الخير على حضرتك لبنى هاني اهلا وسهلا بحضرتك محافظات مصر كلها اهلا وسهلا يا فندم
دكتور خالد، الكلام اللي قاله الرئيس النهارده هي احنا مواجهه مع النفس بقى، انه احنا لا سكوت على الفساد وعلى التجاوزات والتراخيص والعشوائيه والكلام ده كله، ودي مهمه اكيد وزاره التنميه المحليه، واصلا في اتهام طبعا بالتاكيد لانه المخالفات دي حصلت ازاي وازاي تم السماح طبعا بيها لسنين طويله. خطتكم بقى للتنفيذ يا دكتور خالد؟ خليني اكد على كلامي اللي قلته مع حضرتك في اكثر من لقاء، ان احنا عندنا بالفعل خطه. احنا كوزاره التنميه المحليه مع السادة المحافظين، مع مدراء يعني وزارة الداخلية والسادة مدراء الأمن في المحافظات وقوات إنفاذ القانون، وإحنا شغالين دلوقتي في الموجة 16. يعني إحنا دلوقتي في وزارة التنمية المحلية مع لجنة استرداد أراضي الدولة، إحنا دلوقتي سنتين ونص نفذنا فيهم 15 موجة، وموجة 16 تم تدشينها 8-7. ومخليني ما ننساش إن إحنا من 25 ثلاثة مع بعض إزالة مخالفات البناء سواء كانت أملاك الدولة أو مخالفات أملاك مخالفات البناء الملكية. معلش يا دكتور خالد، حرك التليفون بس بعد إذنك، أو حرك المكان يعني غير المكان. تفضل يا دكتور. أكد مع اشتغلنا في مارس. لا طب خلينا نرجع نتصل بحضرتك مره ثانيه دكتور خالد، ان كلام مهم والتفاصيل اهم كمان، احنا نشوف بقى كمان قصه التراخيص والجراجات وتتسحب ازاي وهنعمل ايه، وهل عندنا كمان خريطه او احصاء بكم الارقام او كم المخالفات اللي موجوده عندنا. اتفضل يا دكتور خالد. دكتور خالد اتفضل يا فندم. طب لسه مش جاهز. طيب خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل. طيب تمام، اتفضل يا دكتور خالد. خليني اكد لحضرتك برضو علشان نكون ماشيين مع بعض. اول احنا من 25 مارس ل 8-7 الحالي ازلنا مخالفات البناء على الدوله المصريه حوالي 6.5 مليون متر مربع، ونفذنا في ده 8333 حاله ازاله، واستردينا هذه الاراضي، وده حق الشعب. مخالفات الزراعه على املاك الدوله برضو استردينا 17615 فدان بما يعادل 2266 حاله ازاله. كذلك الامر مخالفات البناء بالملكيه الخاصه نفذنا 8825 حالة إزالة لمساحة 1.6 مليون متر مربع. مخالفات الزراعة على الملكية الخاصة يعني أراضي طيب زراعية. أنا دكتور خالد عليها. أنا طبعا مع كل الاحترام الجهد اللي اتبذل خلال الفترة اللي فاتت، لكن في عبء كمان في الفترة القادمة واستمرارية لهذا الجهد. فيعني تحقيقا لما قاله الرئيس النهاردة بقى بالنسبة لمخالفات البنى والعمارات اللي واخدة تصريح بشيء وعملت حاجة تانية والجراجات والكلام ده كله، عندنا رقم أو إحصاء أو طبيعة التعامل مع المخالفات دي خلال الفترة اللي جاية يا دكتور؟ يعني احنا مثلا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا في الموجه 16 لوحدها نفذنا يا فندم في حالات المباني، نفذنا على مستوى 27 محافظه 1805 حاله ازاله تمام بما يعادل 418338 متر مربع. في حالات الزراعه برضو نفذنا 626 حاله بما يعادل 7685. ده معناه ان احنا مستمرين. ماشي. جات محافظه المنيا في المقام الاول في التنفيذ، يليها محافظه قنا، يليها محافظه الغربيه، يليها محافظه الاقصر، يليها محافظه التقاهليه، ثم دمياط وثم البحيره وهكذا. يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا مستمرين في عمليات حفاظ واسترجاع حق الشعب من جانب. طب بشكل عام اداء المحليات يا دكتور خالد ومراقبتها ومتابعتها، لان احنا بنقول اللي خالف بناء على ايه؟ يعني مين اللي سمح له في النهايه؟ ولما بنزيل دلوقتي او بنوقف تراخيص ما هو المنوط بيه انه يعمل الاجراء ده هو برضه موظف المحليات، فبالتالي متابعته بقى والرقابه عليه ازاي؟ اكيد يا فندم طبعا، لان احنا زي ما اكدت في البرنامج عند حضرتك الاسبوع ده وقلت ان احنا بالفعل حولنا الكثيرين من الوحدات المحليه الى النيابه الاداريه والنيابه العامه، واحنا مستمرين في عمليات التفتيش والرقابه والمتابعه، ومش هنسكت عن اي قصور لدى اي حد، وبالتالي احنا مستمرين في القيام بالمهام بتاعتنا
في نفس الوقت بنضخ عناصر جديدة في بناء الوحدات الإدارة المحلية مش ساكتين، وبالتالي بنستقطب أفضل العناصر على مستوى الدولة المصرية، بيتم اختبارها دلوقتي. احنا نفذنا 3 إعلانات في خلال العامين الماضيين حتى تاريخه. دلوقتي في برضو إعلان احنا منزلينه لاختيار 54 قيادة، لسه ضخين 113 قيادة. طب معلش عشان خاطر الوقت، النقطة المهمة اللي اتكلم عنها الرئيس النهاردة برضو في ان الناس بتاخد ترخيص بشيء وبتعمل حاجة مخالفة، وقال مثلا عمارة وتحتها جراج ولا يستغل، وقال هيبقى في نزع ملكية وهناخده، متابعة ده بقى، واحنا وحضراتكم برضو مقدرين المشكلة ازاي؟ احنا فعلا بالفعل يا فندم، احنا ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية اللجان دلوقتي منعقدة لأنها بتراجع الاشتراطات البنائية اللي سيادة الرئيس أشار إليها النهاردة. تمام. وكذلك الأمر كود الجراجات، بحيث أنه هو يكون تحت كل عقار الجراج المناسب لعدد وحدات العقار دي. كذلك الأمر فتح متابعة تنفيذ فتح الجراجات اللي هي مقفولة دلوقتي، كل أصحابها قافلينها لاستخدام أصحاب الوحدات السكنية اللي موجودين في العقارات دي. ده هيبقى بقى فيه إنذار أو يعني كلام معاهم الأول قبل ما نشوف، يعني إذا حصل ما كانش فيه تجاوب أو عدم التزام؟ لا يا فندم، هو طبعا إحنا حيتم من خلال السادة رؤساء الأحياء المرور والفتح وفقا للرخص الممنوحة للعقارات دي. المرور والفتح بقى من قبل لجنة واحدة، وهي نفس اللجنة ولا هتتغير كل شيء؟ لا طبعا، لا طبعا يا فندم، لا طبعا يا فندم، طبعا هناك تفتيش ومتابعة في الوزارة، هناك رصد ميداني في الوزارة، هناك كذلك الأمر يا فندم الوحدات التنفيذية ووحدات إنفاذ القانون. الأمر ده بالنسبة لنا كلنا ده تكليف قومي، وبالتالي الجميع كل الوحدات الموجودة على أرض المحافظات المصرية ممثلة في كافة الوزارات المعنية مع وزارة التنمية المحلية مع مديريات الأمن مع قوات إنفاذ القانون هتعمل على تحقيق ده. وأعتقد إحنا اختبرنا الفترة اللي فاتت في الإجراءات الوقائية والاحترازية بالنسبة لكورونا ونفذنا ولازلنا بننفذ، وبالتالي إحنا مستمرين إن شاء الله يا فندم. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية. تعليق تعليق كنت أتمنى أن أنا أقوله وهو معانا على الخط. القصة المهمة طبعا رئيس الجمهورية قال حاجة مهمة جدا من حوالي شهر ونص، أن مش المحليات هي اللي هتتابع الشغل دلوقتي، هيبقى في لجان. التصور المحليات زائد مدير الامن رئيس المنطقه العسكريه لجنه من اساس الجامعات، فبالتالي انت بتوسعي عدد الناس، فبالتالي مش هيبقى مجموعه صغيره بس هي يعني القرار يصعب تماما التصور ان كل هذه المجموعات مش من جهه واحده ولا وزاره واحده لكن متعدده مجموعه كبيره حاجه زي لجنه قوميه. فبالتالي حتى اذا يعني واحد اختل الميزان عنده في حد تاني بيراجع وراه. تمام. لكن النقطه الجوهريه تاني في مسألة الفساد الإداري والمخالفات والبناء، هو المهم إن إحنا محتاجين مش بس معاقبة الفاسد. معاقبة الفاسد شيء مهم ورادع، بس معاقبة الفساد أنا محتاج كل التشريعات اللي فيها ثغرات بتخلي حد يفسد، حد يدخل في النص، يعني ده مهم جدا، لأنه ده اللي بيغير، ما بيديش فرصة لأي حد يقدر يلتف على قانون أو على قرار أو على بند. أنت عارفة إحنا برضو المصريين عندهم عظمة كبيرة جدا في البيروقراطية وفي تفسير وتأويل والبحث عن ثغرات في المسائل دي. فبالتالي علينا نحن نشوف هي البنية التشريعية الثغرات اللي ممكن بينفذ منها. تمام، خلونا نكمل كلامنا. وطبعا المشهد الهام النهاردة اللي مش بس بنتكلم على المشاريع والشغل اللي اتحقق على الأرض، لكن الدولة اللي قررت أنها تواجه كل مشاكلها وتواجه الفساد وبحسم وبقوة في كل الملفات، أهمية ده وأهمية كمان دور المواطن، يمكن ده محور كمان عايزين نتكلم فيه بعد الفاصل مع ضيوفنا. مستمرين مع حضراتكم في الحياة اليوم. عشقين عشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيكي، مهما الغسيس يجرحك أو حتى يأذيكي، هنعيش نبوس الأدم ونطوف حواليكي، ده انتي يا مصر الامل ضمانه بايديكي وشايله كل العرب في القلب وعينيكي. ازاي 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 نخون عهدنا ونبيع اراضيكي، ده احنا يسيل دمنا وبروحنا نبديكي، وولادنا من بعدنا
تموت وتحميكي، ولا شمعة فيكي تنتفي، ولا يفرح حد فيكي. وصى عليك النبي، وصى عليك النبي، مين يقدر يعاديكي؟ ده انت في حمى ربنا، مين غيره يحميكي؟ مين غيره؟ يعني عبارات جميلة وبسيطة من الطفل اللي سمعناه دلوقتي، وإحنا كل بنتكلم فيه وكل الشغل اللي بيحصل، وعلشان ولادنا، علشان الأجيال اللي جاية، لما الطفل ده اللي موجود في حي الأسمرات يعني تلقى التعليم والاهتمام والمتابعة وعاش في بيئة مختلفة، أنت بتستثمر فيه. فإحنا بنتكلم الاستثمار في البشر بجانب طبعا المشروعات دي اللي توفر طبعا المستقبل الأفضل لأولادنا بإذن الله تعالى. ويمكن الرهان هنا، وكانت النقطة اللي عايزين نتكلم فيها، المواطن ودوره وإيجابيته، وإنه يحس إن كل اللي بيحصل ده يعني في الآخر هيبقى نفع عليه، مش زي ما قال الرئيس إحنا مش عايزين نقدرك أو نعديك، يعني إنه في النهاية لازم تكون على قناعة بأهمية التغيير، ما يكونش فيه مقاومة لهذا التغيير. هو فندم زي ما قلت لحضرتك إن إحنا عندنا انتشرت عندنا فعلا ثقافة للتضامن مع الفساد، يعني بيننا إحنا، يعني أنا شخصيا حتى في أحيانا كتير جدا تروحي مكان تعملي فيه ورقة، تعملي فيه، هو بتلاقي الناس اللي قبل الكلاب بتدفع تلقائيا بتدفعي. وهو أنا بقول لحضرتك ده حد بيحصل معايا أنا حتى. وقلت لحضرتك إحنا كمصريين عموما بقى عندنا نوع من التضامن مع الفساد أو حمايته، يعني بدل تبلغ عنه يا عمي وانا لو بلغت ايه اللي هيحصل يا مش عارف، لا احنا فعلا لازم نبقى نتحرك للاتجاه الايجابي. دي اول حاجه، اعمل اللي عليا. تاني حاجه من ناحيه تانية، الدوله كمان توفر البلاتفورم، يعني الاطار اللي ممكن يعاقب فعلا المذنب عقاب رادع. يعني اللي قاله استاذ عماد من شويه، البنيه التشريعيه والثغرات اللي في القانون بيتم استغلالها. واحنا في الفصل كنت بقول لحضرتك على الموظف اللي ممكن يرتشي 5 6 مليون جنيه وبعدين يروح يتفصل من وظيفته، اديته شهر جزا شهرين جزا، ايه الرضع اللي في كده؟ هو لو وظيفته كلها مش هياخد فيها 5 مليون جنيه اصلا، فانت اديته 5 مليون جنيه سلام عليكم، اعمل بقى معايا اللي انت عاوزه. واخده لحضرتك ازاي؟ يعني احنا المواطن نفسه لازم يتحرك ايجابيا، الدوله لازم توفر الاطار اللي يعاقب ده وتحمي اللي يعني تحمي الراجل اللي بيتحرك ايجابي. يعني مش انا مش عشان رحت مثلا بلغت عن فاسد او بلغت عن يعني مخالف انا اتضر بسبب بلاغي ده، يعني يقدر حضرتك ازاي وهكذا. يعني الموضوع يتحول لاكثر ايجابيه، ما يبقاش عندنا تسامح مع الفساد عموما. طب في تعليق اخير، احنا بنتكلم كده على برضو الثغرات ووعي المواطن والكلام ده كله، ايه برضو المطلوب علشان يعني حال البلد يتحول للافضل؟ المطلوب زي ما قلت لحضرتك اكثر ايجابيه، نكون اكثر إيجابية. لا اكثر ولا اقل، ان احنا نبقى اكثر ايجابيه، الدوله تحض المواطنين على ان هم يكونوا اكثر ايجابيه وتوفر لهم الامان. طب الضربات القويه لكبار المفسدين والمرتشين، وممكن شفنا طبعا على كل المستويات وزراء ومحافظين وكلام، دي بتدي برضو رساله ده يقول ان الدوله عندها سعي اساسي وفي اراده سياسيه على نزع الفتيل ده، تحييد الفساد ومقاومته، وان هو ما عادش فيه تواطؤ معاه على اي مستوى. يعني قبل كده لو كان في حتى حد من كبار المسؤولين، وزير مثلا اخطا، قدم استعدادك ويمشي، ما عادش فيه. الرقابه الاداريه تقبض عليك من مكتبك، والاعلام كله يسلط الضوء على انك ارتشيت وتتحاكم والحكم يصدر، والاعلام كله هيقول ان انت الحكم صدر عليك بكذا وبكذا وبكذا وبكذا. استاذ عماد، نقطه برضو مسؤوليه المواطن وايجابيه المواطن، وازاي تستثمر برضو في الانسان او بناء الانسان المصري، العنوان اللي الدوله المصريه خدته شعار ليها الفتره اللي فاتت. طبعا يعني كلام كتير احنا بنقوله، المواطن ضروري يكون ايجابي، بس في الاساس لابد ان الاول الحكومه تكون ايجابيه. الحكومه لو وفرت المناخ الصح، المواطن اي مواطن طبيعي وسواء عايز الحياه تبقى بسيطه، مش عايز يروح يدفع رشوه، عايز يعمل، فبالتالي ضرب اسس الفساد سيقضي على الفاسدين اليا. يعني مش يعني هي دي الاساس، انا مش هضرب الفاسدين وبالتالي هقضي على الفساد، لانه القضاء على الفاسدين قد لا يقضي على الفساد. الفساد منظومه تشريعيه بنيويه ثقافيه، لكن لما بضرب الاسس بتاعتها اوتوماتيك واليا الفاسدين هينتهوا. بس لما نتكلم يمكن هنذيع على حضراتكم دلوقتي، بقول بناء الانسان المصري، ما تكون عندك انسان برضو بيتعلم صح، مثقف، واعي، عارف حقوقه وواجباته. بص يا فندم، النهارده هيبقى هو المقاوم للفساد. هو المقاوم زي ما قال الاستاذ محمد برضه، هو هيقاوم بس لما يكون معاه دوله بتحميه وراه. الدوله مش رئيس الجمهوريه بس ولا رئيس الوزراء.
أنا الدولة هي الراجل اللي موجود في المدرسة، في الجامع، في الكنيسة، في قسم الشرطة، في المخبز، في الفرن، في أي مؤسسة بتعامل معها المواطن. فبالتالي إحنا عايزين حاجة متوازية لازم تمشي مع بعضها. أنا شايف إن ده اللي حصل مهم جدا جدا، لابد إنه يستمر، ولابد إن إحنا يبقى فيه فريق كوادر كبيرة ومهمة تعاون ده، لأنه مين اللي هينفذ ده؟ تاني اللي هينفذ ده موظفين، الموظف ده لابد انه يكون مقتنع بده وبيعمله بضمير ويعرف انه لو ما عملش ده هيعاقب عقاب شديد جدا. هي منظومه على بعضها. انا اظن ان الضربه الاولى لما رئيس الجمهوريه النهارده بيتكلم بمنتهى القوه قبل كده، ده معناه انه الرساله وصلت للمسؤولين. اللوب بتاع الفساد هيقاوم قد ايه؟ سيبذل كل جهد لعرقله هذا الامر، لانه هيخسر حاجات كتيره جدا. واحد كان بيطلع له 100,000 جنيه في الشهر ولا 200,000 ولا بياخد رشوه 5 مليون، فجاه هيتوقف. الطبيعي هيحط العصا في الدواليب زي ما بيقولوا. فازاي اقدر اعمل ده؟ لازم الضرب بيد من حديد على رؤوس فساد كتيره جدا عشان توصل الرساله للجميع انه لا احد معصوم من الحساب. انا بشكركم شكرا جزيلا طبعا على وجودكم معانا النهارده وعلى تعليقكم طبعا على المشهد اللي كلنا شفناه والمشروعات ويعني اتجاه الدوله خلال الفتره اللي فاتت والفتره القادمه كمان في انك تبني دوله بحق وحقيقي زي ما كان الرئيس بيقول احنا كنا شبه دوله، دلوقتي احنا بناسس واسسنا بالفعل لدوله، دوله يعني بتحترم مواطنيها وبتعلم مواطنيها بمشاكلهم وبالتحديات اللي بتواجه لحل هذه المشاكل، بتقول لهم المستقبل هيبقى عامل ازاي ولازم نكون كلنا مع بعض شركاء في تحمل المسؤوليه وفي اتخاذ القرار انه ان شاء الله يكون ده في صالح العام وصالح بلدنا ومستقبلنا في الايام اللي جايه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، شكرا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. وخلونا قبل ما نطلع فاصل واحنا لسه كنا بنتكلم على بناء الانسان المصري وطبعا محور مهم محور التعليم والصحه، لكن فيما يتعلق بالتعليم لازم نفتكر الثانويه العامه وان شاء الله يا رب واحنا بنتكلم على تطوير التعليم والثانويه العامه ما يبقاش عندنا بعد كده بقى شبح الثانويه العامه وتبقى دي اخر الهم وهتروح يا الجنه يا النار بعدها، ممكن قطعنا شوط طويل فيما يتعلق كمان ويمكن ده اللي اتقال النهارده التحول الرقمي ولما اشتغلنا اللي هو التعليم اونلاين ده نفعنا في مواجهه جائحه كورونا، صحيح الحمل والهم كبير ومحتاجين لسه شغل كبير في هذا الملف، لكن خلونا نرجع بقى للثانويه العامه الحاليه بوضعها الحالي. والنهارده كان امتحان الكيمياء والجغرافيا، كيمياء طبعا لعلمي وجغرافيا لادبي، ويعني عندنا طبعا الاسئله ومستواها ومدى سهوله الامتحان من صعوبته وكمان الالتزام عشان برضو قصه الغش والتسريب والكلام ده كله، لكن خلونا نتكلم كمان لان جالنا انطباعات كتيره الحقيقه من عدد من الطلبه اللي كانوا حريصين على متابعه استاذه على الهواء في قناه الحياه هنا انه يعني الحمد لله وهو مش شكر لينا لكن خلينا نشكر يعني أصحاب الموضوع نفسه. أستاذ نبيل حبيب مكاوي أستاذ مادة الكيمياء، ويعني الولاد بيقولوا أن الحمد لله جت من توقعات البرنامج بنسبة 95%، فكل الشكر طبعا لأستاذ نبيل. امتحان الجغرافيا الأستاذ أيمن ماضي والأستاذ عمرو الصيفي وقالوا برضو الحمد لله أنه جه من توقعاته ومن المراجعة النهائية لحضراتهم. خلونا نشوف تقرير عن سير الامتحانات النهاردة ومنه الفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اليوم الأحد 12 يوليو بيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتين الكيمياء طلاب الشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا. لا ما فيش أولياء أمور بتقف قدام المدرسة. لا ما فيش زحمة، ما فيش حد بيروح خالص عند اللجنة، ما فيش أي زحمة، أولياء الأمور قاعدين على جنب زي ما أنت شايفاهم كده والعيال بيروحوا لوحدهم. لا هي ما فيش ازدحام ولا فيش حاجة، بس هي الدنيا ماشية كويسة الحمد لله، فيه التعقيم كويس، بيدونا الكمامة والجل والكيس اللي بنلبسه في رجلينا والحاجه جوه حلوه يعني نضيف. لا كان في تعقيم ومدينا الكمامه بتاعتنا والهاند جل بتاعنا، وكان مدينا كل واحد او في اللي هو بنلبسه في رجلينا ده كنا بنلبسه في رجلينا، والتعقيم الاجراءات الوقائيه معاهم حلوه. بيدونا احنا داخلين كمامات والجل والجلافز وكل حاجه. من ابرز مواصفات امتحان الكيمياء انه مخصص ليه 3 ساعات كزمن للاجابه عن 45 سؤال والماده مخصص ليها 60 درجه. الكيمياء جت سهله
كل حاجه تمام يعني، بس هي كان في تكات كده بس الحمد لله. الكيمياء كان حلو عن الفيزياء، لكن الفيزياء هو بصراحه اللي جه صعب شويه. الاسئله الحمد لله كانت مباشره وكان سهل. كان سهل بس هو برضو في تكات، بس اسهل من الفيزياء، كان اسهل بكتير. اما بالنسبه لامتحان الجغرافيا، الطالب بيجاوب فيها عن 40 سؤال ومخصص ليها 60 درجه موزعه على 28 صفحه في كراسه البوكلت. كنت امتحان جغرافيا بس الامتحان ما كانش حلو يعني، كان جاي اسئله كتير صعبه وغير مباشره. هو الامتحان كان حلو وجاي في مستوى حلو يعني ان احنا نحله. العمليه الامتحانيه بتصير بصوره طبيعيه بالرغم الظروف الاستثنائيه، مع وجود اجراءات امنيه لتامين اللجان والاشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع تزاحم اولياء الامور امام اللجان. هبه الحديدي، الحياه اليوم. بصيغة أن يربح الكل، أدارت مصر أزمة سد النهضة الإثيوبي، وبفكرة التوصل لصيغة توافقية تحقق مصالح كل الأطراف. تعاملت مصر مع الأزمة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، ومن هذا الوقت اختارت مصر المسار التفاوضي استنادا لمجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تؤكد رغبتها في تنمية العلاقات الثنائية بينها وبين إثيوبيا. لكن رغم الموقف المصري الواضح والصريح، إثيوبيا اعتادت المماطلة بهدف كسب مزيد من الوقت لإتمام بناء وملء السد. وكان من أهم محطات قضية سد النهضة توقيع الرئيس السيسي ورئيس السودان ورئيس وزراء إثيوبيا إعلان المبادئ في مارس 2015، والذي كان بمثابة الجسر الواصل بين أطراف القضية للوصول إلى اتفاقات تفصيلية بين الدول الثلاث حول القضايا المرتبطة، وتضمن الاتفاق 10 مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية. وخلال المفاوضات التي تمت بعد توقيع إعلان المبادئ، مصر كانت على الدوام متمسكة بحق شعبها التاريخي في مياه النيل، مع حرصها في الوقت نفسه على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل بما فيها إثيوبيا بالطبع. وبرعاية الولايات المتحدة جرت جولات مباحثات متعددة في واشنطن، كان آخرها الإعلان عن اتفاق شامل متوقع قبل نهاية شهر فبراير 2020. لكن الخبر السعيد لم يكتمل بسبب إثيوبيا، والتي أعلنت عدم مشاركتها في اجتماعات 28 و29 من فبراير بواشنطن لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وأعلنت عزمها البدء في ملء السد في شهر يوليو في ضربة مفاجئة للاتفاق وتراجع غير مبرر عن التزاماتها. وفي منتصف يونيو الماضي تلقت مصر دعوة من وزير الري السوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة، ورغم أن الدعوة جاءت متأخرة، لكن مصر تأكيدا لحسن النوايا أعلنت مشاركتها وأضافت أنها على استعداد دائم للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح كل الأطراف. وأمام التعنت الإثيوبي المتواصل، طلبت مصر عقد جلسة لمجلس الأمن تناقش القضية برمتها، وأكدت القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري أن القضية ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وأن سد النهضة الإثيوبي خطر وجودي يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري. وجدد موقف مصر المبدئي برفض ملء وتشغيل السد بشكل أحادي دون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم. يأتي هذا فيما تتواصل المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي وممثل الدول والمراقبين آخرها أمس، وشهدت عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، وقد أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها القاهرة خلال اجتماع اللجنة الفنية. الحقيقة التقرير اللي تابعناه من شوية يعني لخص الموضوع وشرح أهم المحطات وكل طبعا اللي قامت به مصر خلال الفترة اللي فاتت على مدار 10 سنين تفاوض، و10 أيام النهاردة تفاوض للمرة يعني الكام.
وكان العنوان طبعا ان مصر دايما بتحاول انها تقول انا مش ضد التنميه ولا ضرر ولا ضرار، انا بحافظ على حقي وعلى حياه شعبي، وانه التوافق لازم يكون العنوان، والوصول لاتفاق عادل لازم يكون هو الاساس في التفاوض. يمكن من دقائق طبعا اقول لحضراتكم النهارده اليوم العاشر على التوالي بالنسبه للمحادثات الخاصه بسد النهضه الاثيوبي، وطبعا هذه الجوله كانت برعايه الاتحاد الافريقي وبحضور طبعا الساده الوزراء، ويمكن انا هنا هلتزم بنص البيان اللي خرج من وزاره الري، بحضور الوزراء من الدول الثلاثه وممثلي الدول والمراقبين، وطبعا اللي كان الهدف انه يتم التباحث حوالين اتفاق ملء وتشغيل سد النهضه. الوزراء في بدايه استهلوا الاجتماع باستعراض مناقشه اللجان الفنيه والقانونيه واللي عقدت يوم الجمعه الموافق 10 يوليو، واللي قامت فيها مصر بطرح بعض الصياغات البديله لمحاوله تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافيه. والجانب السوداني والجانب الاثيوبي هم كمان طرحوا بعض الصياغات البديله للاجزاء اللي ما زالت محل خلاف، خاصه في الجزء الفني والجزء القانوني. الا ان خلاص بقى نتوقع الجمله اللي بعدها، الا ان المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسيه، وفي نهايه الاجتماع تم الاتفاق على استكمال اعمال اللجان الفنيه والقانونيه غدا. طبعا الجمله اللي خلاص احنا بقينا عارفينها في نهايه كل بيان انه هيبقى في جلسات اخرى للتفاوض، لكن بيتكلموا المره دي ان هيبقى في اجتماع وزاري في نهايه الاجتماع اللي هيحصل يعني، وهيبقى في تقرير نهائي هيرفع لدولة جنوب إفريقيا بوصفها طبعا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. يعني بشكل عام خلينا نقول انه ما زلنا في مكاننا، يعني هل في رؤية تانية مختلفة؟ يمكن ده سؤالي المباشر لضيفي دكتور هاني سويلم المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه في جامعة أخن بألمانيا. برحب بحضرتك معنا دكتور هاني، مساء الخير يا فندم. اهلا بيكي ومساء الخير يا استاذه لبنى، على حضرتك وعلى فريق الاعداد المحترم. ربنا يخلي حضرتك. دكتور هاني، يعني رأيت حضرتك ايه؟ هل ما زلنا في نفس المكان؟ هل شايف في اي جديد، في اي بوادر لحل هذه الازمه؟ الحقيقه يعني بعد ما سمعنا التقرير واللي سمعه الساده المشاهدين، اعتقد يعني اقل واجب اقدر اقوم به في بدايه حديثي ان انا اوجه الشكر لفريق التفاوض المصري، زملائي واخواتي واصدقائي، ولما بقول فريق التفاوض المصري بقول على فريق مهم جدا من هيئه مياه النيل وجامعات المصريه المحترمه والدبلوماسيين كمان وزاره الخارجيه والقانونيين وممثلين لمؤسسات الدوله المختلفه اللي كلهم بيدعموا فريق التفاوض بكل ما اوتي للدوله من قوه في للوصول لحل سلمي في قضية ملء وتشغيل سد النهضة. فده بداية حديثي. الحاجة الثانية الحقيقة المسار ده كنا متوقعين منه يعني تقدم غير اللي احنا بنسمعه وغير اللي حضرتك قارتيه في البيان وغير اللي بنشوفه كل يوم بيحصل. المسار عبارة عن ان هو لقاء وزاري بالفرق الفنية والقانونية بيتم في حضور المراقبين، بيبتدوا يتناقشوا، بعد كده بيعمل اليوم الثاني بالتوازي فريق الفرق الفنيه تتقابل لوحدها والفرق القانونيه تتقابل لوحدها وكل فريق معاه الفني المراقبين المختصين. اليوم الثالث نرجع ثاني لقاء الفرق لكل الدوله مع المراقبين او كل دوله على حده مع المراقبين، ونرجع نعيد ثاني. طبعا يعني عمالين نعيد الموضوع ده والحقيقه ما فيش اي تقدم بيحصل. طب هو دور المراقبين بالاساس يا دكتور هاني، يعني من المفترض ان احنا كنا فاهمين انه هيتم الاستناد ليهم او الفصل ما بين يعني الاطراف المعنيه، وشفنا ان اثيوبيا كانت غير مرحبه بهذا الدور. والله الصورة مش واضحة. دور المراقبين حتى الآن هم بيراقبوا وبياخدوا يعني النوتس بتاعتهم أو الملاحظات بتاعتهم على أن يتم رفع تقرير لرئيس الاتحاد الأفريقي اللي هو حاليا رئيس جنوب أفريقيا. فالدور حتى الآن استفسار، هم بيستفسروا من الفرق الفنية والفرق القانونية وبيسمعوا وبيحضروا الاجتماعات وبيحضروا المفاوضات وبياخدوا نوتس، إنما طبعا حتى الآن ما فيش أي دور تفاعلي للمراقبين بأن هم يطرحوا حلول أو يطرحوا أي بدايل. ده مش ده اللي بيحصل في هذا المسار. طب معلش يا دكتور هاني، انا عايزه استاذن حضرتك علشان يبقى المواطن المصري كانه قاعد في الغرفه اللي بيحصل فيها التفاوض.
يعني اشرح لنا كده ايه طبيعه السيناريو اللي بيتم، وكل طرف ازاي بيشرح وجهه نظره، وزي ما حضرتك قلت لي على الخبراء والتقارير الفنيه والقانونيه والمراقب، يعني الدايره دي ماشيه ازاي؟ بصي حضرتك، علشان نبقى صراحه مع بعض، علشان نوصل لحل في قضيه سد النهضه، لازم تبقى اهدافها على الترابيزه. بمعنى كده، مع ان هدف اثيوبيا ايه اللي متفق عليه من المبادئ، تقرير ذكر في مارس 2015 اللي تم توقيعه من رؤساء الدول الثلاثه، الهدف اللي احنا قاعدين علشانه النهارده بنتفاوض بقالنا خمس سنين، هو الاثيوبي اعلن توليد الكهرباء القصوى من سد النهضة خلال فترات التشغيل في جميع الحالات الهيدرولوجية. يعني لو المياه قليلة نحاول نعظم الانتاج، لو المياه نحاول نعظم الانتاج على قدر الامكان. هدف السودان هو امان السد خلال فترات التشغيل، وخوفا من التغيرات اللي بتحصل في تصرفات السد او لا قدر الله اي انهيارات. تمام. هدف مصر هو تأمين حقوق المصريين المائية وتجنب حدوث ضرر ذو شأن من كمية المياه، وكذلك امان السد. يبقى دي اهداف الثلاث دول اللي المفروض على الطاوله. استحاله، وللاسف المفاوض المصري يعني خلينا اقول مشكورا حط حلين للامور دي ومكن اثيوبيا من الهدف بتاعها، ولكن للاسف ان هدف اثيوبيا مش هو بس الهدف المعلن، مش هو بس الهدف المكتوب على الورق، ولكن في اهداف ثانيه غير معلنه ومحتاجه ان هي فرض سيطره على النيل الازرق، محتاجه ان هي يبقى لها قد يكون حصص في المستقبل، وده طبعا صعب ان انت تحققه من خلال اتفاق واحد جاي انت تتكلم في سد وتحقق كل احلام الجانب الاثيوبي للمستقبل اللي احنا مش عارفين اصلا هيحصل ايه. مصر ما بتقولش ان احنا بنمنع اي تنميه في اي بلد، ولكن كل شيء وكل حديث له اوان. احنا النهارده بنتكلم في ملء وتشغيل سد النهضه، وما بنتكلمش على حصص مائيه، وما بنتكلمش على مشروعات مستقبليه في اعلى النيل الازرق، فما نقدرش نحل كل المشاكل دي في اتفاقيه ونديها اكتر من طاقتها وطاقه المفاوض المصري. توليد الكهرباء مصر والمفاوض المصري وصل اثيوبيا لهدفها من توليد الكهرباء وهدفها لسد النهضه. اي اهداف ثانيه غير معلنه احنا كمفاوض مصري غير مسؤولين عنها وما نقدرش نحققها للجانب الاثيوبي، لان اتفاقيه اعلان المبادئ بتقول هذا سد لتوليد الكهرباء، وان احنا نقعد مع بعض قبل الملء علشان نتفق على قواعد الملء والتشغيل، وده اللي مصر عملته وده اللي المفاوض المصري حققه للجانب الاثيوبي. و انت قصدي حضرتك بتتكلم هنا على مفهوم اللي هي الصياغات او الاقتراحات البديله اللي تقدم بيها الجانب المصري والجانب السوداني، تمام دكتور هاني؟ تمام. هو الجانب المصري طرح بديلين. الجانب المصري طرح بديل ان يمكن اثيوبيا من ملء السد في مراحل، بنسميهم خمس مراحل يتم ملء فيهم، ومع حفاظ حقوق مصر المائيه في حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحه. ده كان احد الحلول بدون ربط السدين. الحل الثاني بنقول نربط سد النهضه بالسد العالي، يعني نراقب المناسيب، مش نربط يعني نربط يعني نراقب المناسيب. لو السد العالي انخفض منسوبه اثيوبيا تصرف ميه علشان ما يحصلش عجز للميه، اللي هو تبقى فيه مرونه. بالظبط. فالفريق المصري حاطط حلين على الترابيزه. يعني مش طيب الـ الـ يعني الـ العنوان او دي يعني لو اقول لك ايه مثلا الصياغات دي هنفكر فيها وهندرسها بس بعد ما نوقع الاتفاق النهائي، وبعد كده نبقى نحلها بقى للدراسه ونقول راينا فيها. توصيف حضرتك لهذا الموقف يبقى ايه؟ هو طبعا يعني ده حاجه يعني مش عايزه اوصفها، بس ما ينفعش ان احنا النقطة الحيوية اللي مطلوبة لمصر، اللي مصر هي بتحافظ على حقوق المصريين في مراحل الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، ونيجي نقول طالما احنا الموضوع طول قوي مش عارفين نوصل لحل للموضوع ده، خلاص يلا نمضي دلوقتي ونعمل لجنة فنية تبقى تناقشه لما يحصل الجفاف. اكيد طبعا مفيش حد في مصر هيوافق على كده، لما يبقى في جفاف وفي أزمة وفي ناس بتعاني من الفقر المائي
وانا اقول يلا بقى نقعد اللجنه الفنيه. اذا كان الخبراء ما قدروش يوصلوا الحل في 5 سنين، انا اجل المشكله لما يحصل الجفاف وبعدين نعمل لجنه ونقعد نناقش كلام. طبعا يعني طيب يعني الجانب الاثيوبي طبعا بيطل علينا من وقت لتاني بتصريحات مستفزه، وكان نهر النيل ده ملكيه خاصه وانا حر في ميه النيل اقفلها افتحها انمي اعمل اي مكان. دلوقتي القانون الدولي او الحاجات اللي هي متعلقه بتنظيم استخدامات المياه على يعني الاتفاقيات الدوليه، اشرح لنا الجزئيه دي ولاي مدى يعني ملهاش علاقه بالجانب الاثيوبي بيتكلموا فيه. في حضرتك الاتفاقيات الدوليه القانون الدولي واضح لكل الناس، ودول مش اول سدين يبقوا موجودين، سدين كبار يبقوا موجودين على نهر دولي. عندنا حالات تانيه كتير في الهند وحالات في امريكا، يعني نقدر نستشهد باللي حصل فيها. القانون الدولي بيقول استخدام عادل منصف مش معناها متساوي، ولكنه استخدام منصف للمياه، وفي نفس الوقت عدم تسبب في ضرر ذو شأن لدول المصب. يعني إثيوبيا ممكن تستخدم المية في حالتنا بقى، خلينا نطبق القانون الدولي على حالة سد النهضة وتطبيقا للي موجود في إعلان المبادئ في البند رقم 4 و 3 و 4. البندين دول بيرجعونا لقانون الأنهار العابرة للحدود. القانون ده بيقول ان لو حبينا نطبقه في حاله سد النهضه اللي هو مضي اثيوبيا عليه ان هو سد مش لحجز المياه واستخدامها، سد فقط لتوليد الكهرباء، لو طبقنا القانون الدولي على كده اثيوبيا الاستخدام العادل ان هي تولد الكهرباء اللي هي عايزاها، ومصر الفريق المصري حقق لها الكلام ده. الجزء اللي يخصنا بقى عدم التسبب في ضرر ذو شان للجانب المصري، وده اللي احنا بندور عليه، وده اللي هو بيقول نعمل لجنه فنيه تبقى تناقشه بعدين. يعني انت خدت الجزء اللي يهمك والجزء اللي المفروض مطلوب لينا نعمله اللجنه الفنيه تناقشه وتحله بعدين لما نبقى في وقت الازمه ووقت الجفاف، اعتقد ده كلام غير مقبول الحقيقه. يعني طيب الحل السياسي واللجوء لمجلس الامن، ودلوقتي بنتكلم على البيت الافريقي والاتحاد الافريقي، برضو شايف ازاي حضرتك التوجه ده وتقييمك ليه يا فندم؟ والله يعني انا مش عايز ادخل في السياسه والدبلوماسيه لان انا راجل مهندس ميه وعايز افضل مهندس ميه، بس خليني اقول لك باختصار كمواطن مش بدون اي صفه رسميه. جنوب افريقيا كانت مصممه ان الملف في المشاكل الافريقيه تحل افريقيا، ادي الملف جه افريقيا احنا مستنيين الحل. بس يعني المفاوض والخبير الفني وبرضه على المستوى السياسي، هل ده يدعمه يبقى في ظهير سياسي للتحرك؟ انا بتكلم برضه على المستوى الفني ويكون سياسيا كمان في السند او الداعم ده. هي خطوات مصر فنيا ودبلوماسيا وسياسيا حتى الان مدروسه دراسه جيده جدا، وكل خطوه محسوبه زي الذهب. ويعني مش هنقدر نحمل كل التاريخ اللي حصل في حوض النيل للمجموعة اللي بتتعامل مع الملف من أول القيادة لغاية المهندس الصغير، ولكن دي تراكمات سنين أو كتيرة قوي، وأعتقد الملف بيتم التعامل معاه في حكمة. تم احترام إعلان المبادئ اللي تم توقيعه ما بين الدول، دلوقتي ما فيش حاجة اسمها في إعلان المبادئ ملء بدون اتفاق. اعتقد مصر محترمه القواعد، محترمه القوانين، محترمه المسار الفني والنقاش الفني والقانوني. وانا حقيقه مش شايف حاجه تقدر الدوله المصريه او الاطراف المعنيه المشاركه في الموضوع ده تقدر تعملها اكتر معامل اكتر من اللي بيحصل في الوقت. طب قول لي يا دكتور، يعني حضرتك كررت كذا مره اتفاقيه اعلان المبادئ، وللاسف الشديد بقصد او بدون قصد او بنيه سيئه طبعا، يعني او حتى ممكن يكون الناس مش على علم بكل التفاصيل المتعلقه بهذا الاعلان، والبعض اللي بيحاول يشكك في الدور اللي بتقوم بيه الدوله المصريه في الحفاظ على حق مصر في المياه، شككوا في هذا الاعلان وفي جدواه وانه بمثابه تنازل من الجانب المصري عن حقه في ميه النيل. ممكن حضرتك توضح لنا اهميه هذا الاعلان وترد على الاكاذيب دي؟ حضرتك يعني احنا كل اللي بيربطنا باثيوبيا حاليا هو اعلان المبادئ. بدون اعلان المبادئ اعتقد كان من الصعب ان يكون في تفاوض اساسا. وطالما مصر اختارت الحل السلمي على اعتبار ان الاثيوبيين فعلا وانا ما بقولش ده كلام للاعلام،
فعلا مصر تهتم جدا بتنمية الشعب الإثيوبي والشعب السوداني بالتأكيد، ولكن حفاظا على حقوق المصريين. احنا بنشوف كمان من حق الشعب الإثيوبي ان هو يولد كهرباء، وطالما في المنطلق ده يبقى في حسن نوايا، وطالما في حسن نوايا يبقى لازم نمضي على اوراق مع بعض توصلنا احنا الثلاثة كشعوب، مش بس احنا كثلاثة، احنا ك11 دولة في دول حوض النيل في المستقبل، ان كل الشعوب دي تبقى بيتم تنميتها ولكن مش على حساب الشعب المصري. هي دي السؤال المهم جدا اللي مصر، ومصر مختارة الطريق السلمي يعني اعتقد وما زلنا مستمرين فيه. طيب هنا الحديث بقى عن ما هو لازم نبقى عارفين وضعنا، والبعض بيتكلم على ناحية أصلا تحت خط الفقر المائي، ممكن تكلمنا على الجزئية دي وأهمية تمسك مصر بحقنا في المية نتيجة للفقر المائي اللي احنا بنعيشه، وكمان حتى الناس دلوقتي والدولة بتحاول انها برضو تفكر في بدائل، لكن طبعا دون تهاون ودون طبعا إخفال حقنا وأهمية التمسك به. شوفي حضرتك، إثيوبيا لديها من المياه، احنا بنقول المياه الخضراء اللي هي الأمطار، والمياه الزرقاء اللي هي المياه اللي بتمشي في نهر إثيوبيا لديها من المياه ما يقترب من 1000 مليار متر مكعب. حصة مصر 55.5، يعني انت حضرتك تكلم 55.5 بالمقارنة بألف. الألف دول أكيد في جزء منهم بيتبخر، أكيد في منهم جزء بيضيع، ولكن يبقى في إثيوبيا الكثير والكثير من المياه اللي بيخلي حصة الفرد في إثيوبيا أضعاف حصة الفرد في مصر. وبالتالي أنا مش شايف تعارض في الأهداف، إثيوبيا تحتاج إلى الكهرباء ومصر تحتاج إلى المياه. نرجع تاني لسؤال حضرتك، نصيب الفرد في مصر من المياه هو 560 متر مكعب للفرد في السنة. الحد الأدنى اللي المفروض يبقى موجود على مستوى العالم هو 1000. احنا عندنا 500 وشوية، واحنا المفروض حضرتك وانا وكل واحد مقيم داخل مصر يبقى له 1000 متر مكعب في السنة، فاحنا فار بيلو، احنا بعيد جدا عن حد الفقر المائي. وبالتالي قبل سد النهضة ما يتملي وقبل سد النهضة ما ينشأ، مصر ليها استراتيجية للتعامل مع الفقر المائي اللي هي بتحلية المياه، إعادة استخدام مياه الصرف، توفير في المجال خلاص الاستهلاك اليوم ورفع واستهلاك وبالتالي فاحنا بنحاول نعمل كل اللي بنقدر عليه. احنا بنتكلم النهارده، يعني يجي المفاوض الاثيوبي يقول ما انت عندكم البحر، فهم بيشوفوا الموضوع لما احنا بنتكلم عن تحليه مياه البحر او اعاده استخدام مياه الصرف الصحي ان ما انت عندكم. طبعا الكلام ده مش منطقي خالص، احنا هنعمل الكلام ده بسبب زياده السكان، ولكن ملوش اي علاقه بموضوع سد النهضه. فالدوله ليها استراتيجيه اسمها استراتيجيه 2037 للتعامل مع الفقر المائي، ومالهاش اي علاقه بسد النهضه. بالظبط، احنا نعمل بدائل ونحاول يتم التهاون على بالظبط ده اللي كنا بتورد من النيل. صحيح. أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتور هاني سويلم، المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة أخن بألمانيا. وزي ما حضراتكم متابعين وزي ما كنا بنتكلم وهنفضل نتكلم أنه مش صبرنا طويل، صبرنا طويل ولغاية الآخر، وبنحاول نستنفذ كل السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية والفنية، وبنقدم حسن النية وإنه مش عايزين نضر لكن مش عايزين كمان نضر بكل تأكيد. هل هنعجز عن إيجاد حلول؟ دي قضية مصرية، قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده أمن قومي. التحديات طبعا كتيرة ومختلفة، ويمكن بدأت حلقتي مع حضراتكم النهاردة إنه شوفوا اللي بيحصل على الجانب الغربي، وشوفوا اللي بيحصل من أثيوبيا والتعنت. ويمكن دكتور هاني في علامة استفهام طبعا كبيرة، لأنه يعني ليه؟ إيه السبب؟ في أسئلة كثيرة، إيه الغرض من الضغط على مصر بهذا الشكل؟ لأنه ما يتمش التجاوب مع أي مقترح، مع أي صيغة بتقدمها مصر، مع أي بدائل بيقدمها الجانب المصري والجانب السوداني. مجلس الأمن قالوا في البيت الأفريقي، الاتحاد الأفريقي لأ، طيب خبراء لأ، طب تحكيم لأ، فبالتالي لأ لأ، يبقى أكيد هيبقى فيه لأ من نوع تاني. يعني
إن شاء الله يا رب دعانا لبلدنا. إحنا بنمر بمرحلة صعبة بكل تأكيد، اللي بيحصل حوالينا والدولة المصرية والتحديات اللي بتواجهها على المستوى يعني الإقليمي وجيراننا، وطبعا على المستوى الداخلي، وبنحاول إن إحنا نبني ونخلي بلدنا أفضل، نتعامل مع تركة تقيلة ومشاكل كتيرة أغفلنا حلها لسنوات طويلة، وكمان حتى سد النهضة على فكرة برضو ما هو ده حصاد لسنوات طويلة من إهمال القارة الإفريقية، اللي حصل اللي ده المجال كمان لإثيوبيا إنها تعمل ده أمر واقع. فتحية الحقيقة للمفاوض المصري ولكل الخبراء والفنيين على المستوى الفني والقانوني اللي بيبذلوا الجهد طبعا في إن هم على فكرة بتأكيد حتى دكتور هاني الناس عارفة إنه هيبقى ده الرد، لكن على الجانب الآخر بنستنفذ كل الوسائل وكل السبل. ربنا يحمي بلدنا يا رب، وإن شاء الله كل الخير، ومصر أبدا لن تعجز إنها تحمي أمنها وحدودها وحياة شعبها. شكرا جزيلا، أشوفكم بكرة بإذن الله على كل خير.